السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ؟ اخبار حضرتك ايه؟ اهلا وسهلا باشمهندس عمر. الله يكرمك يا حضرتك استاذ. احنا مع الزملاء دلوقتي ولا لسه؟ موجودين اهو مع الزملاء، وان شاء الله يعني دقيقة بس هنعمل بس على الفيسبوك ونبدأ بإذن الله. بإذن الله رب العالمين. تشرفنا باشمهندس. الله يكرمك استاذ. أنا برحب بحضرتك وبكل السادة الزملاء الحضور. السلام عليكم أستاذنا، إحنا جاهزين لو حضرتك نقدر نبدأ. تمام. الله يكرمك، ألف شكر لحضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بجميع الحضور. النهاردة محاضرة عن الفيدك الأصفر في البرنامج المميز لبيم أريبيا بقيادة الباشمهندس عمر الغني عن التعريف. طبعا النهاردة 29/12/2020. أنا اسمي مصطفى إسماعيل، بشتغل في العقود والمطالبات، خريج هندسة عين شمس وسنة 1988، مدني إنشاءات. إن شاء الله يكون لنا وقت مفيد مع بعض النهاردة عن الفيدك الأصفر اللي هو بيتكلم عن النموذج المناسب لعقود التصميم والبناء معا يقوم بيهم واحد بنسميه مقاول أو بنسميه ديزاين بيلدر. النهاردة ليا هدف أو لينا هدف، هدفين محددين. الهدف الأول إن إحنا عايزين بعد ما نخلص المحاضرة نكون عملنا أويرنس للفيدك عموما والفيدك الأصفر خصوصا. يعني إيه أويرنس؟ يعني بعد سنة لو ما احتجتش الفيدك بكرة أو بعده واحتجته بعد سنة أتذكر إن أنا شاركت بفاعلية في محاضرة، وجاهز إن أنا أراجعها بسرعة لو احتجتها خلال يوم، خلال اتنين، خلال سنة تقدر ترجع لها بسرعة. عندك عقد جديد، عندك انترفيو، فأنت تكون عملت أويرنس كويس. السادة الزملاء اللي هم عندهم فكرة جيدة أو عالية عن الفيدك الأصفر هنكتب بعض الملاحظات، هيكونوا 5 ملاحظات مينيموم، هنكتبهم في الورقة اللي أنا أدركتها هنشوفها دلوقتي، بحيث برضو لما أرجع بعد فترة بسيطة أو طويلة أتذكر إيه هي الملاحظات الواضحة اللي احنا كتبناها يوم 29/12 عن هذا النموذج من العهد. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. دي السيرة الذاتية أو البروفايل.
دي بيانات الاتصال، ده برنامج العقود. هنا هنكتب حضراتكم مع بعض السلايد اللي اسمها نمرة 3. يا ريت حضراتكم تجهز ورقة هتكتب فيها ملاحظاتك، ثم في نهاية اللقاء الجميل اللي هيكون جميل إن شاء الله هنكتب ملاحظاتنا النهائية في هذه الورقة. كل مهندس محترف هيكتب إن الدكتور قال خلي بالك من واحد، خلي بالك من اثنين، خلي بالك من ثلاثة، جوه إيه الوثائق اللي في عقد الفيدك، المالك يعني employer requirement، شروط عامة خاصة والملاحق، مين المسؤول عن التصميم، الالتزامات ومشاركة المخاطر بالعقد. هنبص بصة سريعة على الشروط الخاصة لأحد العقود في دول الخليج العربي، الكويت مثلا. المطالبات، الكويت أنا بحب العقود بتاعتها وبحبها جدا كبلد وكعقود، حاجة مميزة جدا، بس عايزة اللي يشتغل في العقد يكون مركز. المطالبات ووثائق الفض المنازعات آخر حاجة. بصفة عامة بنتكلم بنقول إن العقود أو أنت داخل مشروع المقاولات عشان تكسب، عشان تكون مهمة مفيدة سواء للمقاول أو للمالك أو للاستشاري. إحنا هنا في العقد بتاعنا في مقاول وفي اللي أنا هسميه ديزاين بيلدر، وعندي استشاري المعتاد اللي بيسموه إنجينير في الفيدك، وعندنا المالك صاحب المبنى اللي أنت عايز تبنيه أو الفاسيليتي أو اليوتيليتي أيا كان. هذا العقد الأصفر بيكون بين المالك والاستشاري على طول، والمالك والديزاين بيلدر على طول، ويكون الاستشاري خارج بعلاقة كوميونيكيشن بس مع المقاول، ولكن بعلاقة تعاقدية مع المالك. الفيدك هنكتب في أول ورقة دي اللي بنكتبها في أي محاضرة عن الفيدك أنا بتكلم فيها، بكتب الفيدك ليس دستور، الفيدك ليس إجباري، الفيدك ليس قانون، الفيدك هو جمعية أصدرت عدة عقود جيدة أو مناسبة أو متماسكة يمكنك استخدامها ويمكنك ألا تستخدمها، يمكنك الاستئناس بها، يمكنك الاسترشاد بها، الأمر يرجع لك. لو هنتكلم نقدر نقول بس في الفيدك لا تقرب الجنرال كونديشنز أو الشروط العامة، لا تعدل في الشروط العامة. إن كنت هتستخدم أحد نماذج الفيدك الأحمر الأصفر السيلفر البرتقالي إلخ إلخ الأبيض اللي اتكلمنا عليه قبل كده، لا تقرب الشروط العامة، ولكن تعامل مع الشروط الخاصة، مع الأبندكسز، مع الإمبلوير ريكويرمنت، مع الكونتراكت داتا إلخ إلخ. المنظمات اجتمعت من 1913 تأسست الفيدك، المنظمة اللي اسمها فيدك اللي هي ليست رسمية، اللي هي لا تتعامل مع دول، يعني مصر ليست عضوة في الفيدك، ولكن يجوز يكون نقابة المهندسين المصريين عضوة في الفيدك، مكتب استشاري بتاع المهندس اكس الف ب ج عضو في الفيدك، ولكن مصر وانجلترا وسويسرا ليس مش عضو مش اعضاء في الفيدك بالمرة، مفيش حاجة اسمها دولة عضوة في الفيدك. مؤتمر ده هيستوري عشان يبقى معاك ماتيريال بتراجع بيها الفيدك، عندك معلومات جيدة، لمينا المعلومات التاريخية عن الفيدك، يبقى ريفرنس معاك، مش مجاله ان احنا نقعد نتكلم فيه، او ما هوش الاستفادة الكبيرة انك احفظ ان سنة كام اصدر ايه. يهمني الكتاب الاصفر سنة 99 اول اصدار، اول اصدار اهو 99، ده اللي يهمني. نمرة 2، أنا لاحظت إن في كليات يمكن دي جديدة عليا، يمكن هي موجودة أوريدي في السوق، بس أنا لاحظت قريب قوي مع أبنائنا الشباب الطلاب إن هم ابتدوا يدرسوا فيدك في بعض الكليات في قسم الكونستراكشن مانجمنت، وده شيء إيجابي طبعًا. وإن كان الفيدك زي ما بنقول هو مجرد عقد جيد متماسك منظم نسترشد بها أو لا نسترشد به، نعمل به أو نعمل بغيره، هذا أمر يرجع لأطراف التعاقد. إيه هو السكيلتون بتاع العقد ده؟ في حاجة اسمها contract agreement، اتفاقية العقد، 5-6 ورقات، إنه في يوم الثلاثاء النهاردة 29 اتفق المالك فلان مع المقاول فلان الديزاين بيلدر أن يقوم بعمل
تصميم وبناء المنشأ الكوبري، المصنع، بلاش الكوبري، خلينا في المصنع، خلينا في الباور بلانت، خلينا في السب ستيشن. المكونات اسمها الليتر اوف اكسبتنس، الليتر اوف تندر او كونتراكت داتا، بارتيكولار كونديشنز الجزء الاول، بارتيكولار كونديشنز الجزء الثاني. ديس الجنرال كونديشنز اللي هنتكلم عليها طول المحاضرة عندنا، هنتكلم عن الجنرال كونديشنز اللي هو ممنوع نلمسها بس ينفع نعدلها من خلال اللجوء الى البارت ايه والبارت بي. البارت ايه والبارت بي. نمرة جي الامبلوير ريكويرمنت، نمرة اتش السكيدولز. السكيدول لا يعني البريمافيرا ولا يعني البرنامج الزمني بالمرة، يعني قد يعني برنامج زمني ابتدائي موجود مع الكونتراكت دوكيومنت، ولكنه هنا المقصود به السكيدولز، هو المقصود بها اي جداول تشكل معلومات اضافيه زي جداول الكميات على سبيل المثال، زي جداول الدي وورك، زي جداول البلانت اند ماتيريال بيمنت او اللي احنا بنسميها مثلا المدفوعات للتوريدات. هتدفع كام حضرتك للتوريدات؟ هتدفع 75% على الماتيريال اون سايت ولا كام في المية؟ ده كونتراكتورز بروبوزال، جي في اجريمنت ان وجدت. اذا كان ليه بنقول هنا بالذات جي في؟ عشان العقود دي بتبقى عقود كبيره ويبقى في اكتر من شركه مشتركه فيها. جي في اجريمنت، اني اذر دوكيومنتس فورم بارت اوف ذا كونتراكت، دي بقى بتبقى الابندسيز او الابندكسز او الملاحق او التكملات او التعهدات. في الكويت في تعهدات كتيره بتتحط في العقد. دي غلاف مش اكتر، دي غلاف العقد. لما هتروح للعقد 2017 اللي مش عنده ينظف معايا واحنا نبعته له. ده الجدول بتاع مكونات العقد. حسب ما هتفتح كتيب او كتاب الفيديك الاصفر هتلاقي ده الترتيب اللي قدامك. صفحة بصفحة زي ما تقول فهرس بس غير مفسر، الفهرس المفسر لسه جاي. في حاجة اسمها قلنا general conditions وحاجة اسمها particular conditions، الاتنين دول بيسموها conditions of the contract، شروط العقد. يبقى لما بتقول conditions of the contract بتتكلم عن العام والخاص. ده الإصدار الثاني. الإصدار الأول كانت سنة 1999، الإصدار الثاني بقى 2017. بيعمل إيه الإصدار الثاني عموما والإصدار الأول عموما؟ بالانسد ريسك شيرنج. الإصدار الثاني أضاف لينا بالانسد ريسك شيرنج، مشاركة متساوية أو متوازنة للمخاطر. توضيح زيادة، توضيح زيادة للنوتس وللكلوزز بتاعت الكليمز وضم الكليمز للمقاول والمالك أصبحوا تحت كلوز واحد والبروسيدور متساوي، وأصبح فيه نوتس فور كليم من الامبلوير ونوتس فور كليم من الكونتراكتور. فبقى فيه زي ما تقول توازن في الشروط للاتنين. كان الأول الكلوز 2.5 زي ما في الريد، المالك ما كانش عليه أي تايم بار للنوتيس اوف كليم. هنا خلاص بقت ال 28 للطرفين. Provision to address employers and contractor claim treated equally. equally. في عندنا للديسبيوت، بس ده ما يعتبرش جديد قوي. الديسبيوت ميكانيزم يعني اتحسن شويه عن الاصدار السابق اللي هو 1999. الكواليتي مانجمنت زودنا شويه في التستنج والريتستنج والتيست اون كومبليشن والتيست افتر كومبليشن، كل ده بقى فيه تركيز شويه. الكواليتي اشورنس بقى اكتر شويه.
authorities may require بالنسبة للتطبيق الإداري أو التطبيق الحكومي للفيزيكال الأصفر، في ريستريكشنز في الحكومات عموما عشان المجال، إنك تفتح المجال كامل للمقاول إن هو اللي يصمم، يبقى متفق معاك على 100 مليون دولار وبعدين هو اللي هيصمم وهو اللي هينشئ، ففي تخوف من الجهة الإدارية على ال 100 مليون دولار بتاعتها، فبتبتدي تعمل تعديلات جوهرية في الفيزيكال الأصفر عشان تطبقه كديزاين بيلد، ديزاين اند بيلد كونتراكت. اي حاجه زي كده بتكون في البارت بي، في البارت بي السبيشال بروفيجنز اللي هي البارتيكولار كونديشنز الجزء الثاني، وزي ما قلنا ممنوع نقرب من الجنرال كونديشنز. في حاجه اسمها السيكونس بتاع اداره العقد من خلال الفيدك. السيكونس ده في ايام، يعني ايه في ايام؟ يعني انت حضرتك لما بيقدم لك لما بتختار المقاول وتبعت له ليتر اوف اوورد وامر اسناد، بتبتدي تتابع بمدد معينه معظمها تايم بارز، يقول لك خلال 14 يوم، خلال 28 يوم، خلال 84 يوم ممكن تعمل من السسبنشن الممتد تعمل ترمينيشن. فانت على سبيل المثال التايم فور كومبليشن يبتدي منين؟ المده الزمنيه للمشروع تبتدي من امتى؟ من النوتس تو بروسيد ولا من استلام الموقع الفعلي؟ والنوتس تو بروسيد الى الاستلام الموقع مدتها قد ايه؟ كل ده بيبان معاك في الديفكت نوتيفيكيشن بيريود، فتره الضمان النهائي اللي هي سنه غالبا او سنتين وات ايفر. هل هي تبدا منين؟ من شهادة الاستلام، من انتهاء الأعمال الفعلي، هل يجوز تمديدها؟ كل ده بيبان معاك في المخطط القادم دون. ده طبعا مخطط شهير موجود في الفيديك من أيام 1999. Typical sequence of principal events during contract and contracts for plant and design build. الدي بي يعني design and build أو design build. بيبتدي من issue of the tender documents. في حاجة اسمها البيز ديت، أول حاجة أنت بتطلع المالك بيصدر المناقصة، المناقصة دي ستقدم في مظاريف مقفولة، التاريخ بتاع التقديم اللي هو عنده الماوس قبليه ب 28 يوم. في تاريخ مهم جدا اسمه بيز ديت، البيز ديت ده ما فيهوش هزار، من البيز ديت إلى تاريخ تقديم المظروف المقفولة يا باشمهندسين اي تعديلات على القانون هنا مش مقبوله، اي معلومات تضاف الى العقد مش مقبوله او تعتبر ايشيو او تشينج في يوم من الايام ستتحول الى تشينج. ليه؟ عشان خلاص انا لميت معلوماتي في المسافه دي من الايشيو اوف تندر دوكيومنتس، من ساعه ما استلمت المستندات المناقصه الى البيز ديت، انا خلاص لميت اسعاري من السوق وعملت وزرت الموقع وسافرت بالطياره وخدت معايا فريق مساحين وعملت انفستيجيشن وسالت في السوق وسالت في المحيطين بالموقع وخلصت جبت كل المعلومات واستعملت جميع المعلومات المقدمه من المالك لغايه هذا التاريخ. من هذا التاريخ 28 يوم الى يوم التقديم انا بقفل ورقي وبقدمه، خلاص ما عنديش استعداد اخد معلومات جديده. طيب يبقى من تاريخ التقديم الى تاريخ السبمشن كلها اسمها تندر بيريود، تندر بيريود. بعد كده عندي من تاريخ الترسيه، من تاريخ استلام الموقع لمد زائد مده التنفيذ يديني تايم فور كومبليشن حسب الكلوز سب كلوز 8.2. للاسف هنا ال letter of award عشان بس مش باينه عندي في الشاشه، هنا ال letter of award. من ال letter of award 28 يوم لازم تقدم ال performance security، ضمان حسن الصنعه، ضمان التنفيذ اللي هو في الغالب 5% يتفق عليه في خلينا نرجع لبند مهم قوي.
يتفق عليه او يسجل قبليها، ده اللي كان يسجل قبل التعاقد او قبل الطرح في البارت A من البارتيكولار كونديشن اللي اسمه كونتراكت داتا، تسجل فيها حضرتك البرفورمانس سيكيورتي ده قد ايه. طيب هنا بقى في تاخيرات، وهنا في تاريخ انتهاء شامل ديلي دي فيكس دي دي ان بي، في تمديد للدي ان بي لا يزيد عن سنتين، كل ده هنقابله في الطريق. تيبيكال سيكونس في برضه في العقد انا ما حطيتهوش، هتلاقي تيبيكال سيكونس مشابه اللي فات ده، بيتكلم عن البيمنت ازاي ندفع، ازاي ديسبيوت ايفنت ازاي نعالجه في كلوز 21، الكلوز 20 اسمه كليمز، الكلوز 21 اسمه ديسبيوت. بعد كده في ديترمينيشن باي ذا كونسلتنت 3.7 اللي كان في العقد اللي فات، او 99 3.5 هنا 3.7 في سيناريو 1 سيناريو 2 سيناريو 3، كل ده هنشوفه للديترمينيشن بتاع الكونتراكت. دي كلوزز عشان زي ما قلت لحضرتك يبقى معاك ماتيريال فيها تقريبا الكونتنت بتاعت العقد، لو حبيت في مرحله ديسبيوت او مراجعه سريعه لاي سبب تكون معاك نموذج مصغر من العقد ترجع له، ثم تنتقل الى البي دي اف اللي موجود في كل مكان. اول كلوز اسمه جنرال كونديشن، اول حاجه في الجنرال كونديشنز اللي هي الجنرال بروفيجنز، ثم يجي لك التعريفات، يعني ايه اكسبتد كونتراكت اماونت، يعني ايه اكسبتد بيمنت، ادفانس بيمنت سيرتيفيكيت، الخ الخ الخ. انا اخترت بعض التعريفات الهامه، هم تعريفات كتيره جدا 89 تعريف زي ما حضرتك شايف، ويمكن 90 1.1.90 هم التعريفات. انا اخترت لحضرتك المهم في يعني الحاجات اللي انا عايز هتساعدني في التواصل مع حضرتك طول مده اللقاء الجميل ده. يعني ايه اكسبتد كونتراكت اماونت؟ يعني قيمه العقد. كونتراكت اماونت هنقابل بعد كده، دي هنكتبها عندي حضرتك يا باشمهندس في الصفحه بتاعتنا، ان في فرق بين الكونتراكت اماونت والكونتراكت برايس. الكونتراكت اماونت هو قيمه العقد بالعربي كده، قيمه العقد اللي اتفقنا عليها، اتفقنا ان المشروع بتاعنا النهارده ب 100 مليون دولار. طب ما هو في كونفيوجن في السوق وفي خطاباتك، انا عايزك تطلع خطاب تقول انا راجل قريت في العقود، انا راجل ما كنتش نمره واحد في العقود، فانا مش جديد في المهنه. لما اكتب كونتراكت اماونت، في ناس بتقول كونتراكت فاليو، في ناس بتقول كونتراكت برايس، ويعملوا اكسشينج بينهم، ده مش عملي. حسب الفيدك الكونتراكت اماونت هو قيمه العقد، الكونتراكت برايس هو الادجستد كونتراكت اماونت. يعني ايه ادجستد؟ هو في حاجه اسمها ادجستمنت؟ ايوه، مش انت هتعمل اكسشينجز، مش الملك هيخصم، مش المقاول هيغلط في تيست وهيتخصم عليه او انا هنفذها عليه، مش المقاول انا مديله بروفيشنال سام ومش هيستعملها كلها، مش في اكويبمنت باي ذا امبلوير اور ماتيريال باي ذا امبلوير هخصمها على المقاول. فال 100 مليون دولار دول يا اما يبقوا 110، يا اما يبقوا 105، يا اما يبقوا 99، يا اما يبقوا 102، فهم هيبقوا ادجستد، هيتعمل لهم ادجستد حسب بنود هذا العقد، حسب الجنرال كونديشنز اللي معايا دي دلوقتي. كتير جدا هتلاقي كلمه، اعمل ريسيرش على كلمه ادجست او ادجستمنت في اليلو فيديك، هتلاقي كتير جدا. ادفانس بيمنت الدفعه المقدمه مفيش حد ما يعرفهاش، بس في حاجه في الفيديك، الفيديك صريح لو كتب ادفانس بيمنت 5% فاصبحت اجباريه، لو ما جابش سيره ادفانس بيمنت وما كتبش 5% انتهت، مفيش ادفانس بيمنت. امال العقد السعودي بيقول ايه؟ الكلام ده ماشي في العقد الكويتي برضو، تفتح العقد الكويتي تكتشف ان الادفانس بيمنت اجباريه، اللي هي الدفعه المقدمه اجباريه. بينما لو رحت العقد السعودي هتلاقي مكتوب فيه ايه؟ يجوز للمالك ان يدفع. يجوز للمالك ان يدفع وليس شل. احنا عارفين طبعا ان شل يعني يجب، ويجوز يعني مي. فهنا الفرق بين الفيديك والعقد الاشغال السعودي، يجوز للمالك ان يدفع ليست اجبارية. او حصلت حضرت كليم فيها في مشروع بحوالي 8 مليار، والمقاول قعد فترة طويلة يقول انا عايز الدفعة المقدمة، انا عايز الدفعة المقدمة، قالوا له سوري. حتى مكتوب
حتى 5% يدفع للمقاول حتى 5%. يعني ايه حتى 5%؟ يعني ينفع 4% 3% 2% الخ الخ. ف العبارات البسيطه دي بتبقى عايزه تتقري. في مقاول ديليجنت كونتراكتورز بيعملوا ايه؟ بيبعتوا خطاب او بيعملوا استفسار في الـ في البري كونف في بري تندر ميتنج، ويسالوا يقولوا عايزين يا فندم تاكد لنا انت تاكد لنا انت هتدفع الادفانس بيمنت اللي مكتوبه دي ولا لا. او الادفانس بيمنت بتقول حتى 5%، هل هي 5% بالظبط ولا عندك ولا انت بتفكر في اربعه، في رقم غير ال 5%. طيب البيز ديت، عرفنا البيز ديت يا باشمهندسين، اللي لو سمحتوا اللي يكتشف ان هو هيفقد التسلسل في المحاضره لازم يوقفني باي ثمن. البيز ديت قلنا 28 يوم قبل السبميشن اوف ذا تندر، هو نهايه الحصول على معلومات تخص العقد وبدون تكاليف على المالك. خلينا نكتبها كده، البيز ديت هو 28 يوم قبل التقديم، وهو اخر يوم يحق للمالك في الحصول اعطاء المقاول تعليمات مجانيه، وكذلك اي تعديلات في القوانين في الابليكابل لوز، اديشنال لوز، نيو لوز، اي حاجه ستاندرد. حضرتك لو تفتكر في شغل الكمبيوتر بالذات والانفورميشن تكنولوجي بيقول لنا ايه؟ بيقول لك اب تو ذا موست ابديتد ستاندردز. اوكي، موست ابديتد ستاندردز لغايه ال 28 يوم. بعد ال 28 يوم ما ينفعش، عشان انا درست خلاص، انت مديني فتره 3 شهور ادرس. فانا في الشهرين الاولين الاوائل خلصت دراسه، وفي ال 28 يوم الاخير دي بلم اوراقي، بحط السعر ب 10 مليار ريال بمليار دولار مبالغ واهتمام. مش عايز حد يقول لي والله انا مسعر اعلى من كده في مده قصيره، شهر ونص شهرين. ما عشان كده حضرتك احنا بنشتغل في الكليمز 24 ساعه بسبب هذا التسعير. البيز ديت اتكلمناه، الكليم وتعريف الكليم. اول مره الفيديك يدخل تعريف للكليم هو هنا في 2017، من ضمن لما هتحضر محاضرات يقول لك محاضره عن الفرق بين 99 و 2017، هتلاقي النقطه دي ملعلعه 1.1.5. ما هو تعريف الكليم؟ هو تعريف الكليم هو مطالبه زياده عن الامور الموضحه بالعقد المستحقه الدفع مباشره زي المستخلص. المستخلص غير المطالبة. الكوست، الكوست بالسي كابيتال، بالسي كابيتال هنحتاج لها، عشان كده من الأمور اللي أنا اخترتها. الكوست بالسي كابيتال يعني نو بروفيت، يعني المصاريف المقاول الفعلية. عارفين مصاريف المقاول الفعلية سواء هي تبع الكوست ستراكشر أو الكوست إليمنتس، سواء هي دايركت ستراكشر، يعني هنقول دايركت وانديركت، دايركت وانديركت الخ. كوست اليمنت هنقول ليبر، ماتيريال، اكويبمنت، سب كونتراكتور. اخر حاجه كانت ايه؟ قلنا ان الكالندر السنه 365 يوم. الورك يعني ايه؟ وركس بالدبليو، بالدبليو الوركس بالدبليو مينز بيرمننت وورك اند اور تمبرري وورك اور ايذر of them as appropriate. حاجه مكتوبه في العقد ومحتاجينها temporary or permanent. هتعتبر works. دي برضو من الامور المهمه، التعريفات اللي انا لقيتها مهمه وخدتها كمان بعد خدتها بعد الانتهاء، بعد اكبر اخر التعريفات. طيب سكيدول بيرفورمانس جرانتي، عارفين حضراتكم ضمان الحسن صنعه؟ ضمان الحسن صنعه ده اللي بيبقى 5% معمول له في الفيديك سكيدول. يعني ايه سكيدول؟ يعني هيكتب لك ان البيرفورمانس جرانتي
يشمل التالي، يشمل التالي. طب يشمل التالي دي هتنفعني في ايه؟ هتنفعني ان انا لو عايز اسيل خطاب الضمان بتاع البرفورمانس جارانتي ده، اروح اخصم من خطاب الضمان امور محدده، الامور المحدده تكون مكتوبه في البرفورمانس جارانتي، ليست امور اخرى. يعني هل مكتوب في البرفورمانس جارانتي عدم حضور مهندس المقاول للموقع يوميا او مدير مشروع المقاول للموقع يوميا؟ هل هذا يشمل موجود في البرفورمانس جارانتي؟ لو مفيش اي مستحقات عند المقاول اقدر اسيل خطاب الضمان عشان اخصم 1000 ريال يوميا على مدير مشروع المقاول اللي غاب شهر كامل بدون اذن او بدون بديل؟ هنا فايده السكيدول بيرفورمانس جارانتي. انا عايز افتكر ان انا في فيدك اصفر، انا اعذروني ان انا مش جاي معاكم بالعقد من الف ب ج عشان خاطر الوقت بس. انا في فيدك اصفر يعني نوت ري ميجرد، ات از ا لام سام بروجكت، ات از ا لام سام كونتراكت. ايه حكايه السكيدول اوف ريتس؟ ايه حكايه البي او كيو؟ يمكن مش هتلاقي كلمه بي او كيو في العقد كله، في الجنرال كونديشنز. ايه حكايه السكيدول اوف ريتس؟ اسعار، اسعار الحفر ب 100 ريال والرتم ب 50 دولار والمتر البايب لاين ب 1000 دولار والى اخره. طيب الترجمه او التفسير، التفسير هنا ما فيش حاجه جديده خالص، التفسير اللي قريناه مع بعض في كل العقود للناس زمايلنا اللي انا بتعامل معهم دائما واستفيد منهم دائما. بيقولوا لي ان التفسير هو البلورال زي المفرد، الانثى زي المذكر زي الجمع. دي قواعد عامه في التفسير بتتكتب سواء في الفيديك او بتتكتب في عقود اخرى كتير زي العقد السعودي مثلا. يقول لك ان اليوم يعني ايه يوم؟ يوم يعني يوم ميلادي ولا يوم هجري؟ طب امال يعني ايه ريتن؟ ريتن او رايتنج يعني مكتوبه، يعني اي instruction by the engineer should be in writing. ولما يقول in writing يعني writing يعني ورقة، يعني خطاب، يعني ايميل، يعني محضر اجتماع، whatever agreed in the contract. النوتس دي شكلها ايه؟ النوتس دي الكلوز السب كلوز 1.3 بيتكلم عن النوتس. فلما يقول لك ابعت نوتس من الاستشاري الى المقاول، من المقاول للاستشاري، كلمه نوتس دي عايزين نكتبها عندنا مش مهندسين، دي النمره 2 في الملاحظات، نمره 1 كانت البيز ديت والنهار، ودلوقتي نمره 2 النوتس. يعني ايه نوتس؟ يعني نوتس يعني ديولي سند، ديولي ايشيود. يعني ايه ديولي ايشيود؟ يعني يعني ارسلت وقعت واتختمت من المرسل، وارسلت حسب بند الكوميونيكيشن في العقد. ازاي ترسل مراسله الى الطرف الاخر؟ لو اند لانجويج، ما هو القانون القابل للتطبيق في هذا العقد بتاعك؟ هو غالبا مش زي بقى التحكيم الدولي، هنا غالبا بيبقى القانون القابل للتطبيق هو قانون البلد اللي انت فيها او اي تنظيم اخر يتفق عليه. مكتوب فين؟ في الكونتراكت داتا. ايه هي الكونتراكت داتا دي؟ هي البارتيكولار كونديشنز البارت A. يعني ايه برايورتي اوف دوكيومنتس؟ هي اولويه المستندات. هنكتب مع بعض هنا حاجه جديده في اولويه المستندات. كلنا عارفين اولويه المستندات وما شاء الله متمكنين. ادي اولويه المستندات. الدقيقتين اللي جايين دول تفاعليين، لو حد عايز يتداخل لازم يتداخل. أولوية المستندات هنا أوكي، أوكي أهم حاجة الكونتراكت أجريمنت، وراها الليتر أوف أكسبتنس، وراها الليتر أوف تندر، وراها البارتيكولار كونديشن بارت إيه اللي هي الكونتراكت داتا اللي هي فيها كل حاجة في الدنيا. هتلاقي ابحث عن كلمة كونتراكت داتا في هذه الجنرال كونديشنز هتلاقيها أكثر من 100 مرة. طيب خلاص، لو لقينا معلومة في نمرة واحد تجب معلومه نمره 2، او انا اهتم بنمره 1 اكتر من نمره بي، ونمره بي اكتر من نمره سي، ونمره سي اكتر من نمره دي، وهكذا الخ الى غايه نمره كي. طيب، طب في حاجه اسمها ثانيه اسمها انتجريشن اوف ذا دوكيومنتس.
يعني ان هذه المستندات تعمل مجمعه متجمعه مع بعض وتكمل بعضها البعض. طيب لما هي بتجمل بعضها تكمل بعضها البعض، تيجي تقول لي والله انا هنا المعلومه اللي في ايه تختلف عن المعلومه اللي في كيه، وانا هنفذ اللي في كيه، سوري، وانا هنفذ اللي في ايه عشان كيه مش عجباني، كيه متاخره. طب ما حضرتك ما تنساش الايه، تكمل بعضها البعض، تكمل بعضها البعض بدون إذعان وبدون استعمال الحق بتعسف. استعمال الحق بتعسف يعني ايه؟ خلينا نجيبها في التكييف. يعني انا هنا عندي هنا سبيشال بروفيشنز، واخدين بالكم مفيش مواصفات، مفيش مواصفات عشان لسه هتنزل مع الكونتراكت داتا، او هتنزل لسه تقدم من المقاول بناء على الامبلوير ريكويرمنت. هيكون الامبلوير ريكويرمنت هو الجايدنس. طيب لو قلنا التكييف هنا في البارت بي، التكييف هنا نوع، وفي الكي نوع، وفي الاثنين الامبيانت في مستند ثالث الامبيانت تمبريتشر تخليك تنفذ نمره اي، سوري، تنفذ نمره كي تاني، موجود في اي وموجود في كي، والامبيانت تمبريتشر تخليك تنفذ كي. هل انت كمقاول تقول لا انا هختار اي عشان اي متقدمه تجب كي، عايزني اروح اعمل اللي انت بتقوله ادفع لي فلوس؟ لا، لو سمحت اعمل لي دي بلس دي، اعمل لي دي بلس دي بدون تعسف من الاستشاري، بدون تعسف. يعني ايه بدون تعسف؟ لو رحنا للخرسانه ما ينفع، او بلاش الخرسانه، نروح لماسوره غاز او ماسوره ميه او ماسوره حتى بترول. لو كان عندي في المواسير رقم 30 مللي، سوري، 30 سنتي ديامتر و20 سنتي ديامتر، او حتى 28 سنتي ديامتر، فرق بسيط، الديزاين هو اللي هيحكمني وليس الاولويه المستندات. الديزاين هيحكمني، واعمل انتجريشن كي بلس دي ونفذ. فما تفرحش قوي يا مقاول او يا استشاري بكلمه اولويه المستندات. الملحوظه بتاعتي هنا الهنت بتقول if a party finds an ambiguity or discrepancy، الكلوز اللي احنا حافظينه او الشرط اللي احنا حافظينه، بقول لك ما تنساش الاولويه، ما تنساش الانتجريشن. طبعا المقاول عليه يبلغ الاستشاري في الحال اول ما يكتشف، او as soon as practicable. عرفنا النوتس، عرفنا نمرة ثلاثة دلوقتي، عرفنا، كتبنا عندنا يا باشمهندسين الأولوية زائد التكامل المستندات، أو تكامل المستندات، أنا بكتب عندي أهو، عرفنا الأولوية زائد التكامل يعملان معا، معا بدون إيه؟ مين اللي هيقول بدون تعسف؟ بدون تعسف. التعسف يا باشمهندسين ترجمته حاجه اسمها استعمال الحق بتعسف. يعني انت ليك حق وبتستعمله تقريبا بدون سبب. لا والله مكتوب هنا 60 سنتي، يا باشمهندس 60 سنتي ازاي؟ ده الديزاين عاملها 20 سنتي فقط، فازاي يعني تقول لي 60 سنتي؟ ده حقي مكتوبه كده. طب انت هتستفيد حاجه يا الطرف اللي مصر على ال 60 سنتي؟ لو ما كنتش هتستفيد بفرق التكلفة، فده اسمه استعمال الحق بتعسف. لو هتكلف المقاول 1000 ريال وتستفيد ب 1000 ريال أو 95% منه، فهذا ليس تعسف. أما لو تستفيد ب 10 ريال وهو يصرف 1000 ريال عشان ده حقك، لا، ده اسمه استعمال الحق بتعسف اللي القاضي ممكن يرده ويعيد التوازن للعقد. طيب errors employer in employer requirement، لو المالك المقاول مطلوب منه حسب السب كلوز 5.1 انه يراجع الامبلوير ريكويرمنت. الامبلوير ريكويرمنت this is a set of requirement provided by the employer as a بعقد مستند مستقل في العقد، كنا لسه شايفينه فوق اهو، اهو employer requirement راحت فين، اهو نمره جي، مستند متكامل في كل متطلبات التنفيذ والتصميم والإنشاء والبناء
والشروط، عشان انت ما عندكش رسومات، انت كمالك ما عندكش رسومات، ما عندكش بي او كيو، ما عندكش مستندات عقد، فبتقعد في الديزاين بيلد تشكل حاجه اسمها امبلوير ريكويرمنت، قد تكون 20 ورقه، قد تكون 100 ورقه. طب النصيحه ايه؟ ال 100 احسن ولا ال 50؟ الاحسب هو الاوبتمايزيشن، كل ما زودت في الامبلوير ريكويرمنت انت زنقت امكانيتك في الاستفاده من كلمه ديزاين اند بيلد. يجي المقاول ينفذ او يصمم يقول لك اقرا اللي انت كاتبه لي في الامبلوير ريكويرمنت انا بقى ماشي وراك، يطلع ان سيف، يطلع نوت فيت فور بيربس، تطلع انت الخسران كمالك. فاذا ما هو الانسب؟ اكبر الامبلوير ريكويرمنت ولا اضغطها ولا اقللها؟ اقول لك خليها اوبتمايز، ما تكتبش حاجه تخنق نفسك بيها. انت بتعمل ايه في الريسك شيرنج هنا؟ بتنقل الريسك اوف ديزاين تو ذا كونتراكتور. انت كده لما بتكتب كلام كتير عن الديزاين والستاندرز والكرايتيريا بترجع الريسك اللي بعته للمقاول، بترجعه لحسابك بدون فلوس، خلاص انت دفعت الفلوس للمقاول ومع ذلك عمال تكتب امبلوير ريكورد. المهم ان المقاول هيراجع، او الديزاين بيلدر، خلينا نفتكر دايما ان هو راجل بتاع ديزاين، هيراجع الديزاين بتاعه، هيراجع الدوكيومنت اللي متقدمه له تحت 5.1 as an employer requirement، وينوتيفاي الانجينير لو رأى اي مشكلة، ويقترح كمان الحلول، واذا الحلول دي هتكلف فلوس مش واردة في العقد او مش unforeseen تبقى تشينج اوردر. دي الخلاصة بتاعة الايرورز ان employer requirement. اي حاجه هتروح للاستشاري يراجعها يدرسها يشوفها، بتروح لبند مهم قوي هكتبه عندي هنا نمره 4 من البنود الهامه، الكلوز 3.7 والسب كلوز 3.7 والباراجراف 3.7.3 اللي هو بيتكلم عن التايم ليميت بتاع مراجعه الاستشاري. يبقى 3.7 اسمه ديترمينيشن اور اجريمنت، وال 3.7.3 اسمه تايم ليميت، نكتبهم ونفتكرهم. يعني انت لما يجي لك حاجه استشاري الدنيا مش مفتوحه، اهي التايم ليميت اهي بالمناسبه، اللي مش شايف الماوس يقول لي. انت كاستشاري عندك تايم ليميت وعندك تايم بارز لازم توفقها في 3.7.3. طيب ال whether or not there are fault or defect employer requirement، الايرورز دي مش كلها هتبقى تشينج اوردر، لازم تكون ان فورسين. ان فورسين ازاي؟ من مراجعته الاوليه للامبلوير ريكويرمنت، من زيارته للموقع، من انفستيجيشن اللي عمله. انا هرد عليك كمقاول، انت انا استشاري وانت مقاول، اقول لك عفوا ايها المقاول لقد زرت الموقع واطلعت بكل الامور اللي انت بتشير اليها انها امبلوير ريكويرمنت. انا كنت بقول لك ان في اكسس للمدخل للموقع، انت رحت زرته وما لقيتش اكسس، ما بلغتنيش ليه قبل ما تقدم عطائك؟ فاذا كلمه employer requirement مش فري كده للمقاول وكل حاجه هيلاقيها هيقول انا تشينج اوردر. انا بتعامل كقاعده عامه طبعا ما لهاش علاقه بالفيديك لاسفر، ولكن طبعا هنا ديزاين بيلدر برضو، انا بتعامل مع اكسبيرينس كونتراكتور. اكسبيرينس كونتراكتور يقول لك انا اعرفها منين؟ تعرفها منين ازاي؟ انت المفروض عندك فريق لا باس بيه من المهندسين بتقدمهم لي في الاورجنايزيشن الشارت مع البروبوزال بتاعك، بتقول انا عندي خبراء اكتر من اي حد في المقاولات، وعندي ناس 30 سنه وعندي ناس 10 سنين وعندي دول يعرفوا كل حاجه. بناء عليه انت مطالب انك تسكروتينايز ذا دوكيومنت، تعمل المجهود الديو ديليجنت ان ذا سايت في الانفستيجيشن بتاعك قبل التعاقد، وبعد التعاقد في مده محدده لازم تكون مراجع وبتقدم التقرير بتاعك بتقول ان دي سواء هي تشينج اوردر ولا مش تشينج اوردر. المفروض تراجع ورقك وتبلغ المقاول خلال 42 يوم ان لم تكن مسجله في الكونتراكت داتا. كان عندنا مشروع في ارامكو كبير قوي، كان ديزاين بيلد، فخدنا فيه 90 يوم ان احنا نبلغ المالك او نبلغ ارامكو بكل
الايرورز اللي انا شايفها ايرورز او استباحات ما زالت مطلوبه او دوكيومنت ناقصه باي ذا امبلوير خلال 90 يوم. الفيد كلاسفر بيقول لك لو مش مكتوبه في الكونتراكت داتا فهي 42 يوم من تاريخ بدايه المشروع. انت ما انتش محتاج، مجرد ما يجي لك ليتر اوف اورد ابتدي بقى على طول راجع الشغل اللي متقدم لك والامبلوير ريكويرمنت عشان تتاكد ان انت بتسعر الشيء اللي مكتوب قدامك وما تقعدش تطالب بتشينج ان جاستيفايد تشينج اوردرز ان ذا فيوتشر. ما تنساش الميتيجيشن ايفورت، اي اجراء اي ايرور لقيته، طب انت لما لقيت الايرور عملت ايه؟ عملت ميتيجيشن ازاي؟ لازم بتقدمه مع الكليم بتاعك او مع الجاستيفيكيشن اوف ذا تشينج اوردر. اذا طلعت انت كمقاول خبير او نص خبير او على درايه كافيه بانك مستحق انها انفورسين وان فعلا دي اخطاء من الامبلوير في الامبلوير ريكويرمنت، فانت هتستحق تشينج اوردر اسمه فاريشن باي انستراكشن. لما يتاكد الاستشاري من التقديم بتاعك انها اخطاء او متطلبات ناقصه هيقوم يصدر لك انستراكشن يقول لك جو اون ويز ذيس تشينج، واديني بقى ديتيلد تشينج وبارتيكولرز للفاريشن اللي انت طالبه. الكلوز هنا اسمه 20.2 claims for payment and or extension of time. employer use of contractor document، الامبلوير مستحق الديزاين، كل التقديمات بتاعه المقاول مستحق، كل الديزاين اللي هيعمله المقاول يستحق ان هو يستعمله، ممنوع يشتغل بيه في مشروع تاني. In the effect of termination for the purpose of completing the work and or arranging، لو عملنا termination المالك هياخد termination for default by the contractor، المالك هيطلب كل المستندات من المقاول ويكمل بيها المشروع. Contractor use of employer documents نفس الكلام، الدوكيومنت اللي خدها المقاول من المالك هي الاستخدام للمشروع فقط، ما ينفعش يروح يعمل دعايه في مجله، ما ينفعش ينزل صور في الفيسبوك، ما ينفعش يقدمها الى 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 جهه اخرى يعني يستعينوا بيها في التصميم. طيب ايه حكايه الكونفيدنشاليتي؟ الكونفيدنشاليتي دي ازمه كبيره في مجال المقاولات، طبعا زي ما قلنا ممنوع ممنوع ممنوع، ولكن بتيجي تسال نفسك طب ده انا عايز اجيب سويل انفستيجيشن كونتراكتور اديله ازاي مستندات العقد، انا عايز اجيب سب كونسلتنت يصمم معايا اديله ازاي مستندات العقد. لا، اتفق على ذلك في بريطانيا عند الار اي سي اس ان دي باي ديفولت ما هياش كونفليكت اوف انترست، ما عندهاش ما هياش كونفيدنشياليتي ولا ديسكلوزنج اوف كونفيدنشال انفورميشن. طيب الكونفيدنشياليتي دي في بعض الامور اللي هي عامه في الكونفيدنشياليتي عموما، لو كان القانون يسمح فمن حقك توزعها، لو كان اصلا مذاعه في الاخبار مذاعه على الميديا يبقى انت من حقك، يعني مثلا العقد بتاعك بيقول جاري انشاء مصنع هيخدم هيوظف عنده 300 عامل، فانت لما تنشر معلومه زي دي اوريدي هي في الميديا وفي الصحافه وفي التلفزيون انه جاري انشاء مصنع جديد في برج العرب هيوظف 300 عامل وخدمه مجتمعيه، فدي ما تبقاش confidentiality or disclosing of confidential information. Compliance with the law، compliance with the law يعني حضرتك تلتزم بالقوانين المحيطة للإنشاءات and the jurisdictions والستاتيوتس، بيسموها statutes في أمريكا، اللي هي تنظيمات البلديات والأمانة والدفاع المدني والهيلث اند سيفتي والهيلث نفسه زي ما حصل أيام الكوفيد،
كل ده compliance with the laws unless stated in the employer requirement. طبعا stated تكون حاجة أكتر، مثلا تكون إعفاء والملك هو اللي هيعملها، ما ينفعش نقول لأ ما تسمعش كلام الدفاع المدني وإحنا مسؤولين، لأ. اللو بيقول لك انك تعمل تصريح بلديه، يبقى تعمل المقاول يعمل تصريح بلديه باي ديفولت ان لم يسجل خلاف ذلك في العقد او في الامبلوير ريكويرمنت، اذا التصريح على المقاول، اذا الجسات الجيوتكنيكال انجينيرنج على المقاول، اذا الرفع المساحي على المقاول. لا والله انا عامل اوريدي رفع مساحي، فاكتب لك في الامبلوير ريكويرمنت الرفع المساحي عندي وخلاص، وعندي الكنترول بوينت والريفرنس ليفلز، فما تقلقش. كل ده يتكتب فين؟ في الامبلوير ريكويرمنت. جوينت اند سيف، لو في عندك جوينت فينشر. يعني ايه جوينت فينشر يا باشمهندسين؟ تعال نقول بسرعه كده، نكتب عندنا برضو عشان الزمن. جوينت فينشر شركه موجوده حاليا في جده وشركه موجوده حاليا في الطائف، يجتمعوا مع بعض يعملوا اتفاقيه لتنفيذ مشروع، والشركة اللي في جدة شغالة زي ما هي في مشاريع أخرى، والشركة اللي في الطائف شغالة زي ما هي في مشاريع أخرى، بس الاثنين مشتركين في مشروع في الدمام. في حاجة اسمها كونسورتيوم. الكونسورتيوم ده شغلته ايه؟ الكونسورتيوم ده كينونة بتنشأ اقتصادية أو تجارية، بتنشأ مخصوص للمشروع اللي في حفر الباطن. يبقى عندنا شركة، شركتين أو أكتر، يجوز اثنين يجوز ثلاثة، دايما بنفهم من الكونسورتيوم ثلاثة فيما فوق، بس خليها اثنين فيما فوق. اذا شركة جدة وشركة الطائف وشركة مكة ينشئوا كينونة او انتيتي عشان تنفذ مشروع في حفر الباطن. ما بتعملش حاجة خالص نشاط اقتصادي او تجاري غير مشروع حفر الباطن. خلص مشروع حفر الباطن، انصهر هذا الكينونة، انصهرت هذه الكينونة، اصبحت غير موجودة. ايه جوينت اند سيفرال لايبيليتي؟ كل فرد، كل عضو في الجوينت فينشر مسؤول كما لو كان هو لوحده اللي شغال، ومسؤول بصفته شريك مع الناس اللي شارك معاه. حدود اللايبيليتي من الامور الهامه جدا في الديزاين، دي بتبقى ليها محاضرات لوحدها. حدود اللايبيليتي، انت بتتكلم عن لايبيليتي شكلها ايه عند الديزاين بيلدر. طبعا حضرتك بيع الريسك بتاعك للديزاين بيلدر، وانا ماليش دعوه بالديزاين، خد يا مقاول نفذ لي المصنع. ليه انا بقول مصنع؟ انا بعتذر، انا ما قلناش ليه امتى المالك بيفضل يهرب من الفيديك الاحمر ويلتجئ للفيديك الاصفر. قلناها امبلويد بيبيع الريسك، عنده ريسك وبيتنازل عنه، بيرحله، بترانسفير. ترانسفير الريسك بتاع ايه؟ بتاع الديزاين. هو ما بيفهمش كتير في الديزاين، وما عندوش استعداد يروح لاستشاري يشوفه بيفهم في ديزاين مصنع البلاستيك اللي انا عملته من 10 سنين ولا ما بيفهمش. فانا اروح مين يا جماعه بيشتغل موضوع المصانع ده بالذات، والووتر تريتمنت بلانت والسبستيشنز ليها مقاولينها، زي سيمنز هنا في السبستيشنز. المقاول ده انت تروح له تدي له ديزاين بيلد ويتنافس مع اللي زيه. ما تروحش للاستشاري بتاع كباري وتقول له خد كده نصمم لي مصنع بلاستيك او ووتر تريتمنت بلانت لمحافظه الطائف او لمحافظه القاهره، يروح يصممها هو ما بيفهمش، يروح يعين مهندسين جديد و و و و لا. انا اروح لشركه من المحترفين للووتر تريتمنت بلانت واتعاقد معاها على 100 مليون دولار بفيدك اصفر. فيدك اصفر ليه؟ عشان الديزاين مش من عندي، الديزاين موجود هيعمله المقاول. اذا عنوان الفيديك ده، الورقه الجلد ده، بيقول لك فور الكتريكال اند ميكانيكال وورك فور ديزاين بلانت اند ديزاين بيلد. يعني الامور المعقده اللي فيها الكتريكال وميكانيكال وبلامينج، اللي هي الام اي بي. ام اي بي يعني ميكانيكال، اي يعني الكتريكال، بي يعني بلامينج، اعمال السباكه. اذا الام اي بي وورك يفضل نروح لها بالايه؟ بالفيديك الاصفر. طيب الليابيليتي حدودها ايه؟ حدودها هو ما سيتفق عليه وما سيحدد طبعا في الكونتراكت داتا والبارتيكولار كونديشنز في الامبلوير ريكويرمنت. وفي نفس الوقت في ستاندرد كير، في حاجه اسمها ستاندرد
ليفل اوف كير. الستاندرد ده هو اللي بيتطبق ما لم يتفق على خلاف ذلك. انا ممكن اقول للديزاين بيلدر انا عايز حاجه بالسعودي ولد يقرا، او عايز حاجه فيتنس فور بيربس تشبه الاي بي سي. يعني ايه فيتنس فور بيربس؟ والله انا عايز الفندق ده ل 500 ل 7 ستارز مع 100 غرفه ولا 1000 غرفه مع بيسين، حتى لو ما قلتش بيسين او حمام سباحه هيكون هو في ال 7 ستارز شروط، ده هيبقى رايح للفيتنس فور بيربس. لا يبقى هو اللايبيلتي واصله معاه فيتنس فور بيربس. الله، نيجي نستعمل حمام سباحه نلاقيه مش قد ال 7 ستارز، يبقى انت كده اخليت بشروط العقد، يبقى انت كده اندر ذا لايبيلتي. limitation of the total of the liability of the construction under other than في بنود العقد 2.6 و4.19 و17.3 و17.4 هي اللي بتعمل confinement للليابيلتي. بيكلمك مره عن الماتيريال، بيكلمك مره عن اليوتيليتيز المؤقته اللي في الموقع، بيكلمك عن اي تعويضات رايحه للمقاول او من المقاول، التعويضات دي حدودها ايه. مش معقول المقاول داخل مشروع ب 100 مليون ويبقى التعويضات اللي عليه اكتر من 100 مليون. شال نت اكسيد ذا سام ان ذا كونتراكت داتا، قلنا ان احنا بنكتب فين؟ في الكونتراكت داتا، واذا ما كانتش موجوده يبقى اجمالي قيمه العقد 100 مليون، المقاول عمره ما هيعوضك اكتر من 100 مليون، ملوش معنى. عايز تكتب 500 مليون والعقد ب 100 مليون، انا اؤكد لك ان القاضي مش هيقبل هذا البند اذا المقاول رفعها للقضاء في يوم من الايام. طبعا اي اتفاق عن الليابيلتي ما بيروحش للجنائي بالمره، الجنائي واخد مساره زي الفرود، زي الاهمال الجسيم، زي الاهمال المتعمد، زي الخطا المتعمد. يعني ما تقوليش الديزاين بيلدر ده عارف ان الديزاينر بتاعه مش متخصص خالص ويبقى هنا ما عملش اهمال جسيم، لا ده اهمال جسيم ده خارج الليابيلتي. لو ثبتنا عليك الاهمال الجسيم يا مقاول او الغش او الخداع او العمد هتكون اعلى من 100 مليون. الكلوز 1.16 بيتكلم عن كونتراكت ترمينيشن، الكلوز ترمينيشن عندنا اثنين، الناس اللي تحب تعرف وتكتب نمره 5 عندها. الترمينيشن ثلاث انواع، من المقاول من المالك في نوعين، ترمينيشن فور ديفولت، ترمينيشن فور for convenience. التيرمينيشن فور ديفولت اوف كونتراكتور، التيرمينيشن فور كونفينينس يعني لراحه العميل. يعني ايه لراحه العميل يا باشمهندس؟ يعني حضرتك بتعمل فندق عشان دوره الالعاب الهنديه هتقام في بلدك بعد سنه، فالفندق ده هيستوعب دوره الالعاب الهنديه او الدوره الاولمبيه، فانت جيت ابتديت في انشاء الفندق. انا بتكلم عن تيرمينيشن فور كونفينينس، انت ابتديت في انشاء الفندق وبعد 6 شهور في نص المشروع او في اول 3 شهور جالك خبر ان دورة الالعاب الاولمبية اتلغت. ازاي اتلغت يا جماعة؟ والله لظروف الكورونا اتلغت تماما السنة دي، اتأجلت خالص من البلد اللي انت فيها، اتأجلت 4 سنين للبلد الاخرى اللي عليها الدور وليست عندك خالص. اذا الفندق ده اصبح ملوش اي معنى، والبلد بتاعتك او المكان اللي انت عايش فيه لا يستوعب مثل هذا الفندق، يبقى انت هتقول ستوب يا مقاول، تعال نشوف انت خسائرك ايه واستحقاقاتك ايه واللوس اوف بروفيت الخ الخ، موجوده في سلايد اخرى هنتكلم عنها. ولكن انا معلش ما تعمليش الفندق ده، انا يمكن اغيره مدرسه، اغيره مستشفى، سيبني افكر واعمل دراسه جدوى جديده. فاذا المقاول يخرج، يبقى دي اسمها انت اللي طلبت كده، المالك طلب كده، المقاول لم يجرم في شيء، والمالك عايز يوقف الشغل لاسباب تخص المالك. السبب الثاني او النوع الثاني اسمه termination for default by contractor. يبقى الكونتراكتور اسهل حاجه خالص كلنا عارفينها، ما قدمش البرفورمانس جارانتي او البرفورمانس بوند، ما قدمش خطاب ضمان حسن الصنعه، خلاص ما ابتداش في العمل في الوقت المزمع، خلاص من حقك تعمل له termination. طبعا كلام ما بيحصلش كتير بس ده من الاسباب السهله. حاول يقدم رشوه، حاول يكسب المناقصه او كسب المناقصه بالرشوه، غير بقى الشغل السيء، غير بقى
عدم الاستجابة لتعليمات الاستشاري، عدم التنفيذ حسب البرنامج الزمني، التأكد من التأخير واستحالة الإنهاء في الموعد إلى آخره. النوع الثالث اللي هو termination by contractor، لما الكونتراكتور بيحس ان الضغط، انت وقفت له الشغل مده طويله ما بتدفعش الفلوس مده طويله، other defaults، ممكن يطلب termination by contractor. نمره 2 في البنود العقد، الامبلوير، من هو صاحب العمل، ما هي التزامات صاحب العمل، في عليه حاجه اسمها انه يعطيك الحق تدخل الموقع، امكانيه دخول الموقع، إمكانية دخول الموقع، كنا لسه بنتكلم عن performance security أو performance guarantee، مش هيديك حق دخول الموقع، may withhold، مش هيديك تصريح دخول الموقع، لو أنت شغال في المطار أو أنت محتاج منه يجيب لك تصريح عشان تدخل المطار تشتغل، مش هيجيبه لك إلا لما تدفع performance security، خليك بالك، may not shall، may يعني yes or no. أنا شخصيا لا أميل إلى أنك، نصيحة برضو أنا نسيت أكتب نمرة 5 إيه هي، بس أكيد أنتوا عارفينها، أنواع التيرمينيشن. نمرة 6 عايز أقول لك الماي والشل، لا تفتح، لا يعني في ناس كده في إدارة المشروع يبتدي يقول لك، الناس اللي دارسة إدارة مشروعات يبتدي يقول لك ايه، انا عايز ابقى سلس وعايز اسلك الشغل وعايز افتح الشغل وعايز ما اعطلش، انت ما جبتش البرفورمانس سيكيورتي، ما جبتش، طب يلا مش مشكله، اكتب لي تعهد انك هتجيبه خلال اسبوع خلال اسبوعين وروح اشتغل يلا في المطار، تلاقي الاسباب اخرى ما جابش البرفورمانس سيكيورتي، وانت كامبلوير وخاصه لو انت قطاع عام او حكومه مزعج ازعاج كبير. النصيحة التعاقدية، ابتدي المشروع ألف ب ج، أول على الأقل خالص 30% من المشروع، بعد ال 30% ابتدي فكر أوت أوف ذا بوكس عشان تساعد المقاول. مع احترامي للمقاول، أنا شخصياً لما بكون مقاول ما بشتغلش إلا بالطريقة دي، أو ما أدخلش المشروع اللي مش هقدر أعمل فيه أضمن حقي، كل ده عشان أضمن حقي. المالك وخاصة المالك الإداري ما مش هيخسر كتير يعني. اتفرج على مشاريع مدتها 3 سنوات ووصلت ل7 سنوات، اظن المهندسين اللي في الكويت عارفين الكلام ده وفي بعض البلاد الاخرى. الاسيستنس، في حاجه اسمها اسيستنت بيقدمها المالك للمقاول، الاسيستنت ده مش شيء مفتوح، هي امور محدده زي المساعده في استخراج تصاريح من البلديه، خطاب تعزيز للمقاول، انه في ايدكم ان المقاول اكس واي زد شغال معانا في مشروع الطريق اللي في بلديه اكس برجاء تزويده بتصريح لبدء التنفيذ. تقديم مستندات، تقديم صور من القوانين، صور من العقود المماثله، صور من العقود القديمه للموقع، صور من اسبلت دروينج للموقع، معلومات عن الموقع، معلومات عن الستيك هولدرز، التنسيق مع الستيك هولدرز من اهم الامور اللي فيها اسيستنس. عايزين نعمل اجتماع مع شركه الكهرباء، وزاره الكهرباء اللي في الكويت، شركه الكهرباء في السعوديه، البلديه المعنيه، مطار الملك اكس، مطار الملك سين، الى اخره. عايزين نعمل الاجتماعات دي كتير. طبعا الملك هو اول واحد هينسق عشان المقاول مش كلامه مسموح. طيب سوري، كلامه مش مسموح. employer personnel and other contractors، المالك ليه employer personnel في الموقع، المالك ليه مقاولين آخرين في الموقع، هو المسؤول عنهم، هو المسؤول عن البرفورمانس بتاعهم، لا يتسببوا في أي damages للمقاول أو للأعمال. employer financial arrangement، دي من الحاجات المفيدة جدا واللذيذة جدا، يجب أن تثبت للمقاول أن أنت عندك القدرة البنكية أو القدرة المالية على الصرف على هذا المشروع. وإمتى تاني؟ لو كان المقاول اعماله، انت عارف طبعا حضرتك غالبا الماكسيمم فاريشن بلس 10%، فلو المقاول حس ان هيجي له تعديلات اكثر من 10% يبتدي يقول اكثر من 10% او اجمالي التعديلات كلها للمشروع زادت عن 30%، فهو طبعا الكلام ده مسموح به
في الكونتراكت داتا، يبتدي يقول للمالك اثبت لي انك هتعرف تصرف على التعديلات الزياده دي. عفوا يعني مع احترامي لسعادتك، انت انا عارف انك وزاره اكس او الشيخ او المالتي مليونير المصري فلان الفلاني ولا ملياردير، اثبت لي انك هتعرف تصرف. حتى في بقى ترتيبات معينه مع البنوك، وانت لو اتصلت بالبنك بتاخد المعلومه المؤكده عن هذه الترتيبات. خلال 28 يوم الملك لازم يقدم ما يثبت، شايفين الماوس، يقدم ما يثبت انه عنده العباءه الماليه للصرف على هذا المشروع. السايد داتا السايد داتا والايتمز اوف ريفرنس والليفلز الخ الخ، والهيدرولوجي انفورميشن والهيدرولوجي انفورميشن والترافيك والتوبوغرافي والترافيك ستاديز ان وجدت، وال بسم الله الرحمن الرحيم، والهيستوريكال فلادز اف اني. امور المياه بقت مهمه جدا في المرحله الاخيره من وقت سنوات جدة اللي حصل فيها فيضان ثم الكويت. اي معلومات مناخية عن هذا الموقع، لو في تلج بيتكون وانت عندك معلومات لازم تقدمها. لكل دي من مسؤوليات المالك، واي اخفاء لهذه المعلومات غير مقبول، ويجب ان يكون مجانا خلال قبل البيس ديت اللي هو 28 يوم، ويستمر في التحديث ان وجد اي معلومه جديده عند المالك يقدمها للمقاول، والمقاول يدرسها وممكن يطلب تشينج اوردر، مفيش مانع، بس المالك يقدم المعلومات المحدثه. قد تكون متفق في العقد على ان المالك هيقدم اكويبمنت معينه، هيقدم التاور كرين، هيقدم ماتيريال، هيقدم اي بلانت، هيقدم الكهرباء، هيقدم اليوتيليتيز الخ الخ. كل ده هيكون مسؤوليه المالك حسب ما هو مكتوب في العقد. وفي العقد يعني هنا employer requirement. طب لو ما قدمتش حضرتك الماتيريال اللي موجوده وكده 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 واكويبمنت، يبقى المقاول اذا وفرها اي كوست هيتكبدها على المالك، اي اكستنشن اوف تايم كليم ويل بي فاليديتد اور جاستيفايد. ذا انجينير، من هو الانجينير؟ هو المهندس الاستشاري اللي هو هيتعاقد مع المالك. دي حاجات معلومات عارفينها في الفيدك الاحمر واي فيدك، والمحاضره اللي فاتت اللي كانت كلها عن الوايت بوك اللي هو الانجينير بمعنى اصح، قاعد الخدمات الاستشاريه. اللي عايز يقرا عنه في الفيدك يقرا الوايت بوك او يقرا المحاضره بتاعتنا في بيم اريبيا. الاستشاري بيعين مندوب عنه، بيعين مساعدين، في حاجه اسمها مندوب وفي حاجه اسمها مساعدين. سوري، ريبريزنتيف يعني ممثل عنه، وبيعين مساعدين، والاستشاري لازم ياخد موافقه المالك. البروسيس بقى اللي انتم متعودين عليه كلنا في المشاريع الكبيره، لازم تاخد موافقه المالك، لازم تقدم مستندات الممثل بتاعك كاستشاري للمالك، لازم يكون مؤهل، لازم يكون بيعرف اللغه. نسمع الجمله دي، ازاي بيعرف اللغه؟ الفيدك نفسه بيقول لك fluent in the ruling language defined in sub clause. تخيل حضرتك الفيدك بيقول لك كده، بينما بتجد في بعض البلدان مدير المشروع لا يتحدث لغة العقد، لا يتحدث لغة العقد فول ستوب. شال بي فلوينت ان ذا رولينج لانجويج. بتقدم ورقه وعند التعيين بتقدم ورقه، او لو حبيت تغيره من حق الملك يغيره في يوم من الايام. ايه هي الديوتيز؟ هي الاشراف واداره المشروع بكل اختصار. ممنوع يغير، مش من حقه يغير، مش من حقه يزود اعمال ينقص اعمال. عليه اوبليجيشنز في الديترمينيشن تايم ليميتس، عليه انشطه محدده ينفذها، عليه مراجعه الاي بي سي، وعليه مراجعه الادفانس بيمنت، عليه الحضور في التستس اون كومبليشن
افتر كومبليشن، في الانسبكشنز، في الميجرمنت اذا احتاجنا، بالرغم ان احنا عندنا بيسموه ايه، بالرغم ان احنا عندنا لامسام بروجكت، لامسام كونتراكت، ليس له الحق في اي امندمنت زي ما انت شايف كده. الريبريزنتاتيف لا يقوم بالاعمال الا مفوض بها، يجب ان تبلغ كاستشاري المالك والمقاول بالاستشاري بالممثل بتاعك، لن يقبل اداؤه او انتاجه اذا ما لم تقدم اوراق اعتماده، ولما لم تعرف به المقاول والمالك. نفيدكم ان المالك قد اعتمد المهندس محمد كممثل الاستشاري بالمشروع، ويعتبر تاريخه هو تاريخ صلاحيته للتوقيع عن الاستشاري بالمشروع. لازم يكون مؤهل، مهمة جدا لما يتعمل عليك كليم كاستشاري، ونكتشف ان الراجل اللي انت جبته مدير مشروع جبته عشان راتبه مناسب فقط، الكلام ده مش هينفعك في اي كليم او اي ليتيجيشن او اي اربيتريشن. انجينير انستراكشنز، تعليمات الاستشاري لازم يتوافق معها طبعا المقاول وينفذها، ما لم تسبب تشنج، ما لم تسبب كوست اور تايم اوت اوف ذا كونتراكت سكوب. ريبليسمنت اوف ذا انجينير، في سيكونس معين الامبلوير يبلغ قبل 42 يوم من التغيير، ونبعت الاسم للمالك للمقاول، عايزين نغير الاستشاري، بدل المكتب الاستشاري محمد بقى لمكتب الاستشاري امين، المكتب الاستشاري اللي اسمه امين، ابعت للمقاول انا المالك، ابعت للمقاول اقول له انا هنعين امين قبل 42 يوم من تغيير محمد. المقاول يشوف امين، لو امين مختلف معاه او شايف انه عنده معلومه مفيده لازم يبلغ المالك، يقول له عفوا يا مالك انا مش مناسب معايا امين، او انا مش مناسب مع امين عشان في بيننا قضيه، احنا في المحكمه في نزاع، احنا اشتغلنا الشهر الثلاث سنين اللي فاتوا في مشاريع فشلنا مع بعض تماما، او ان كان عنده طبعا معلومه مفيده عن الاستشاري نفسه ما يمنعش يبلغ فيها. اذا if the contractor is silent on this subject it is deemed accepted by the contractor. طبعا برضه يكون الاكسشنج ده عشان الراجل مات، لو كان مات الاستشاري مات لا قدر الله، ربنا يديكوا طول العمر، الاستشاري لو توفى مثلا او اختفى لاي سبب او ما اصبحش قادر على العطاء، هيكون الكلام ده مش بنوتس 42 يوم، هيكون فوري. الكلوز اللي اسمه 3.7 agreement or determination، كان التوجه ده مهم جدا يا باشمهندسين، عايزين اللي هتفهموه في الجزء ده، او عفوا انا هتفهموه اللي الكونكلوجن بتاعك في 3.7 اكتبه في الورقه اللي انا بكتب فيها دي اللي حضرتك عامل زيها، وهتملاها لما تخلص المحاضره، هتملى في نفس السلايد. كنا زمان بتقدم تشينج اوردر، الاستشاري يراجعه يقول لا الكلام ده ما ينفعش 10,000 دولار، الكلام ده ينفع 9,000 دولار بس، ويحاول كده على السريع يتفاهم معاك او مع المالك وخلاص. هنا السيكونس في 2017 الريد اليلو بوك بقت مطلوب منك مجبر تقعد مع الديزاين بيلدر، انت نيوترالي، انت محايد، وليس زي ما كنا بنقول في تعريف الانجينير هو يعمل لدى المالك، هو في الفيديك يعمل لدى المالك، بس في الديترمينيشن خاصه هو نيوترالي performing، هو محايد، هو هيقول هذا التشنج اوردر يسوى 9,000 ولا 10,000، هذا الكليم جاستيفايد ولا انجاستيفايد. بيعمل ايه بقى؟ بيعمل حاجه اسمها كونسلتيشن تو ريتش اجريمنت، عايز يوافق، هو الاساس انه يوافق، البند اسمه اجريمنت اور ديترمينيشن، ما اسموش ديترمينيشن زي ما كان اسمه 3.5 في ال 99 وفي الريد بوك، هنا اسمه agreement or determination. يبقى انا عايز اوافق معاك يا مقاول، عايزين نقعد مع بعض ونتفق، عايزين نقعد مع بعض ونتفق. هتجيب الريكورد اللي عندك كمقاول، هتجيب الكوست، هتجيب الديتيلز، هتجيب الجستيفيكيشن،
ونقعد مع بعض بعد ما ادرسها، اقعد اتفاهم معاك واقول لك ال10,000 دولار كده غلط او كتير مع احترامي الشديد لسعادتك، نتفاوض واوصلها لك ل9,000. انا اؤكد لسعادتكم لو المقاول نيته صافيه والاستشاري متعلم كويس، النتيجه هتطلع كويسه. والترند عموما، الترند عموما في المنطقه العربيه ان الاستشاري ما بيمشي صح ثم يتحول الى هوى المالك مع احترامي الشديد يعني. ولكن انا شخصيا قابلت ملاك اتطبعوا بيا كاستشاري، يعني ابتدوا بهوى معين وانتهوا بشبه نيوترال، بشبه بيسموها ايه، محايدين، بشبه مش محايدين لا، امناء، بروفيشنال، خليهم بروفيشنال. ابتدوا في اتجاه المالك المعروف اللي حضرتك عارف، تعال ندور ايه اللي نخصمه على المقاول، ومع الوقت ابتدى يشتغل بالعقد وزي ما الفيديك بيقول وعقد الاداري بيقول، ومشي بفضل الله يعني ان هو ابتدى يفهمك. بس لما بيلاقيك انت ككينونة مصر مركز، تعاملنا في بعض البلدان مع هيئة، الهيئة دي مثلا فيها 10 مقاولين بيعملوا مشاريع متشابهة، كل استشاري ليه ستايل. الاستشاري القوي كان بيفرض نفسه على المالك، الاستشاريين الاخرين كانوا بيشوفوا الملك عايز ابروف يبقى ابروف، ديس ابروف ديس ابروف. طبعا اللي بيكسب في الاخر هو الاستشاري اللي بيحط وجهه النظر العلميه والمهنيه على الورق قدامه، بيقول لك put it in black and white. وصلنا لاتفاقيه كان بها within the time limit، في حدود معينه لل within time limit، علشان اللي يسال دي ايه تبقى within time limit مكتوبه فوقيها، في حدود للتايم ليميت 3.7.3، مده ما 28 يوم 14 يوم 42 يوم 7 ايام. تبدا من امتى؟ تبدا من استلام الاستشاري للورق المتكامل، للورق المتكامل، عشان حضرتك كمقاول لو بعت له المطالبه او بعت له الاكسشينج او ان ريكويست ورق الاوراق ليست متكامله، هيكتب لك نوتس ويقول لك كمل لي الاوراق، فلما تكمل الاوراق يبتدي العداد يعد من جديد. الديترمينيشن لما مش هنقدر نعمل اجريمنت، يبقى الاستشاري هيدخل على الديترمينيشن بالتايم ليميت برضو اللي اسمه تايم ليميت، فير ديترمينيشن اوف ذا ماتر اور كليم ان اكوردنس وذ ذا كونتراكت، يبقى هيعمل الديترمينيشن ويقول الموضوع ده يسوى 10,000 دولار، عشان البنود اللي في العقد مبالغها 1 2 3 والتشنج ده اجماليه 10,000 دولار، مكتوب نسبه الربح في السكيدول اوف ريتس تكون 10%، المقاول حاططها 15%، فانا عملتها له 10%، نزل المبلغ من 10,000 دولار الى 9,000 دولار بعد ما بوصل لنتيجه بدي التحليل بتاعي للطرفين واقول لهم انا وصلت ل 10,000 دولار بالحسابات التاليه، واوضح له الحسابات التاليه 3.7.3 اللي هي التايم ليميت، اللي هي 42 يوم او ما يتفق عليه. لو المشروع بتاعي قصير شويه او ما عنديش الرفاهيه بتاعه 42 يوم، اتفق مع المقاول او اكتب في الكونتراكت داتا 30 يوم. يبقى الاستشاري في البند اللي فات اللي هو الاجريمنت قدامه 30 يوم يقعد مع 42 يوم يقعد مع الاطراف، تم الاتفاق يدي نوتيس في ال 42 يوم او في المده ال 30 يوم لو كانوا اتفقوا على 30 يوم. لو ما وصلوش لاجريمنت بيعمل الديترمينيشن بتاعه، لو الديترمينيشن مش عاجبهم نبقى بقينا في كليم، نعمل كليم، نروح كليم، نحولها الى كليم. لو كان كليم اللي متقدم للاستشاري هتكون في كل سب كلوز يستحق فيه كليم المقاول او المالك مكتوب فيه مده معينه. If a claim under clause 20.1 when notice received the detailed claim or interim if continual effect claim the engineer notifies in 42 يوم in reject. لو كان في كليم يراجعوا الاستشاري خلال 42 يوم او يرفضوا او يوافق عليه، يا اما
اجري او اكسبت او ريجكت. طيب لو ما كانش كليم، الكليم قلنا هيعمل له ديترمينيشن. طب افرض هو مجرد ديسبيوت او اتشنج بس واختلفنا فيه، التشنج واختلفنا فيه هيروح للداب ان وجدت الداب. ان وجدت الداب effect of the agreement or determination يسري الإفكت من وقت إبلاغ الأطراف ويعدل العقد بناء عليه، يبقى العقد قيمة العقد تتحول إلى contract price بعد ما كانت contract amount، وتستخدم القيم الصادرة من الأجريمنت اللي على 3.7 تستخدم في IIP interim payment application، تتحط في المستخلصات. لو الانترم بي، لو الاجريمنت ده غلطنا فيها يا باشمهندسين، العقد 2017 بسم الله ما شاء الله وافي في لكل الاحوال. الاجريمنت ديترمينيشن بعد الكونسلتيشن لو طلعنا رقم ال 9000 طلع فيه غلطه، ممكن خلال 14 يوم يبلغنا المالك او المقاول يقول يا جماعه في غلطه صلحوها، نصلحها خلال 14 يوم. اذا كنت هتختلف مع الانجينير ديترمينيشن يبقى انت تعطي حاجه اسمها نوتس اوف ديساتسفاكشن خلال 28 يوم. لما يجي لك ال 9000 دولار ومش عاجبينك، قدامك 28 يوم تبلغ انك مش عاجبينك بحاجه اسمها نوتس اوف ديساتسفاكشن. لو ما بلغتش هتبقى اكسبتد. لو ما بلغتش هتبقى اكسبتد. لو بلغت في الميعاد الرسمي لازم تروحوا للداب. هنروح للداب نبلغ. لو مفيش داب ومفيش مثلا amicable settlement يبقى هنروح للاربيتريشن. الاجتماعات يجب ان تذكر في العقود، الاجتماعات ورسمي، هل هتبقى binding ولا non binding. طبعا احنا عارفين كلنا الاجتماعات البروجريس ميتنج والمشاكل والاصوات اللي بتطلع فيها. كونتراكتور جنرال اوبليجيشن، الجنرال اوبليجيشن ينفذ الشغل، يقدم الماتيريال، البلانت، بلانت اند ماتيريال، الدوكيومنت، الديزاين عشان ديزاين بيلد، الاكويبمنت، اليوتيليتيز، التمبرري فاسيلتيز، تمبرري يوتيليتيز، البورتابل كابينز، الانترنت كونكشنز، ما عدا في الديزاين. هنا يا باشمهندسين في حاجه اسمها ديزاين سبميتد باي امبلوير. الله، ده ديزاين بيلد في اجزاء لا مانع يكون هناك اجزاء سبميتد باي ذا امبلوير، مش لازم 100% سبميتد باي ذا كونتراكتور. مش ساعات بتبقى في مشاريع كبيره قوي يا باشمهندسين والجهه الاداريه الوزاره غيرت رايها على مدى سنتين ثلاثه، فمن سنتين طرحت الاس تي دي لوحدها، ومن سنه ونص طرحت ال اربع عماير للسكن لوحدهم، ومن سنه طرحت السور الخارجي للمشروع لوحده، وجابت تصميمات لبعض الديسيبلينز دي. فاذا بتستفيد منها وترجع تاخد الدوكيومنت اللي صرفت عليها فلوس دي وتحطها في باكج كامله وتقول يلا ديزاين بيلد مع الاحتفاظ بالديزاين بتاعت الباكجز المتكامله دي. البرفورمانس سكيورتي، الكونتراكتور لازم يقدم برفورمانس سكيورتي من بنك معتمد بالنموذج المعتمد لدى المالك ويوافق عليه المالك، ويكون مكتوب كل حاجه في الكونتراكت داتا او الامبلوير ريكويرمنت. ولو مش مكتوب حاجه عن البرفورمانس سكيورتي يبقى مش مطلوب برفورمانس سكيورتي. performance security ده اللي احنا هنفك نص مبلغه عند الاستلام الابتدائي والنص الثاني بعد defect notification period. الكونتراكتور obligation تكمله، claims under performance security، فاكرين شهاده السكيدول بتاع performance security، قلنا في بنود معينه ينفع نعمل عليها كليم او نخصم منها
ضد البرفورمانس سيكيورتي، يعني عندي برفورمانس سيكيورتي ب 10 مليون افكه واخصم منه بعض البنود المحدده اللي في اللي مكتوبه في السكيدول اوف برفورمانس سيكيورتي. The employer is entitled to claim under the contract in the event of failure but to extend the validity of performance security. لو اثناء التنفيذ ما لو مددنا المشروع لاي سبب البرفورمانس سيكيورتي عايز يتمدد، ممكن المقاول ما يعرفش، يبقى هنا في كليم ممكن انا امدده، ممكن انا اسيله واعمل غيره، ممكن اسيله واخليه في خزنتي. It is up to the employer. Failure to pay employer an amount under كذا dispute and arbitration. لو دي بقى بنود يحق لي اسيل خطاب ضمان حسن الصنعه واسترجع هذه المدفوعات. افرض الكليم طلع على المقاول ان يدفع للمالك كسر لي المعده بتاعتي اللي انا ميسرها له في العمل، كسرها لي ومطلوب منه 2 مليون جنيه مصري مش عارف يدفعهم، انا اسيل خطاب الضمان واخدهم. وبنود مختلفة زي ما حضرتك شايفينها كده في التيرمينيشن على سبيل المثال، كونتراكتور ديفولت، تيرمينيشن باي ديفولت، المقاول ما خلصش الشغل وعملت له تيرمينيشن، هاخد منه فلوس منين؟ لو ملوش مستحقات، لو ملوش مستخلصات متأخرة، هاخد منه بالبرفورمانس سيكيورتي، اسيل خطاب الضمان ده واصرف منه. ارجاع خطاب الضمان زي ما قلت لك 50% و50% After the certificate of contractor completed the work, clearance of site, أو بعد التيرمينيشن، لو التيرمينيشن طبعا for convenience لازم أرجع الـ performance security فورا. الكونتراكتور ريبريزنتيف لازم يعينه الكونتراكتور ريبريزنتيف، ولازم يكون كواليفايد، ولازم يكون بيعرف اللغه التعاقديه. وطبعا العقود بتحط هنا غرامه عدم تواجد مدير مشروع المقاول ومبالغ قويه. السب كونتراكتورز ممنوع منعا باتا تعمل سب كونتراكتنج او سب كونسلتنج للديزاين الا بموافقه المالك، الا في حالات محدده مش لازم ترجع لموافقه المالك، هتكون في السبلاي اوف ماتيريال، وده طبعا امر غريب في الفيديك الاصفر. يعني الفيديك الاصفر بيشجعك ان الماتيريال مش مطلوب منك تعتمد موارد حالتين، نومينيت السب كونتراكتور والسبلاي اوف ماتيريال، مش مطلوب منك تعمل بري كواليفيكيشن. ولما يقدم لك المقاول انت استشاري، ولما يقدم لك المقاول تقديمات للسب كونتراكتور العادي اللي مش نومينيتد مثلا انت او سب كونسلتنت، انت محتاج ترد خلال 14 يوم والا ستعتبر موافق على التقديم. النومينيتد سب كونتراكتور، النومينيتد سب كونتراكتور هو اسم مورد المصاعد، اسم مورد الجنريتورز، اسم مورد الترانسفورمرز اللي مكتوب في العقد. مكتوب في العقد انك تجيب المصاعد من شندلر، مكتوب تجيب من كوهلر، مكتوب تجيب من العليان، شركة المولدات السعودية، كل ده يبقى اسمه نومينيتد سب كونتراكتور. قد يكون النومينيت السب كونتراكتور برضه عنده انترفيرنس مع البروفيجنال سام، احيانا بيكون السب كونتراكتور ده بس مكتوب كده للبروفيجنال سام مبالغ الاحتياطيه او لشغل محدد السكوب بتاعه معروف زي المصاعد. طب افرض انت في الكونتراكت داتا وفي الامبلوير ريكويرمنت كاتب لك شندرر ده نومينيتد، نفس الكلام. النومينيتد كان يكون قبل التعاقد وكان يكون جوه التعاقد كتشينج اوردر، تقول له انا عايزك تجيب لي المصاعد، تعمل لي بند جديد اسمه مصاعد ويكون من شندلر. انت بقى كمقاول بتعترض على شندلر، بتقول انا عندي قضيه معاه، انا عندي ديساتسفاكشن معاه، انا عندي كليم عليه، هو عامل عليا قضيه الخ الخ. ساعتها المالك اداؤه غير جيد بجاستيفيكيشنز، ساعتها المالك
بيفكر معاك ويوصلوا لحل وسط، يا اما هو مثلا يتعامل مع شندلر، هو يضمن شندلر، هو ينبه شندلر، هو يغير شندلر، بيتفق معاك على الافضل. واذا لم تقدم اي اوبجكشن يبقى انت اذا وافقت عليه. خلاص الاحوال بتاعت الاوبجكشن كلها مكتوبه هنا، منها مثلا مش عايز يكتب في الاتفاقيه ان هو مسؤول عن الاعمال بالنيابه عنك كمين كونتراكتور، مش عايز يضمن ان هو هيعوض المالك لاي ديفولت، في كده ستاندرد للسب كونتراكت اجريمنت ممكن يرفضها واحد زي شندرر مقاول كبير، فانت بتقول للمالك طب انا بشيل ريسك زياده. طب النومينيتد سب كونتراكتور ده بتدفع له ايه؟ بتدفع له المبلغ المقاول طبعا اللي بيدفع له، والمقاول اللي بيتفق معاه، والمقاول اللي بيعمل له كوردينيشن، والمقاول اللي مسؤول عن كل اداء فيه. المقاول مسؤول انه يدفع له المبالغ المستحقه حسب العقد اذا الشغل طلع له شهاده سليمه من الاستشاري، واذا لم وفي كل مستخلص، مستخلص نمره 2 يا باشمهندسين، لما تيجي تدفع للمقاول العام مبلغ مكتوب فيه شيء عن المصاعد، فتيجي تقول له تعالى انت دفعت المصاعد المره اللي فاتت لشندلر، انا ما انا دفعت لك فلوس اول مره، دفعت المبلغ المستحق؟ ايوه دفعت، بما انك دفعت ادفع لك مستخلص 2. طب لو ما كنتش دفعت نمره 1 يبقى تقدم ورق ليه ما دفعتش نمره 1، لو اثبتت انك ما دفعتش نمره 1 لاسباب عمليه يبقى من حقك وجو اون. اما لو كنت المبلغ مستحق لشندرر وانت ما دفعتهوش عمدا يبقى انا هخصمه عليك وادفعه لشندرر مباشره. كمان المقاول محتاج يقدم ايفيدنس اوف بيمنت، المقاول لانه دفع لشندرر، المقاول محتاج يعمل كوبريشن مع المقاولين اللي في الموقع بتوع الامبلوير، مع المقاولين العامين بتوع شركه الكهرباء والهاتف والميه اللي بيشتغلوا قدام الموقع او جنب الموقع او خلال الموقع، او حتى لو شركه قطاع خاص زي موبايلي وشركه الاتصالات اللي بتعمل الفايبر اوبتيك، انت كمقاول في الموقع مضطر وعلى حسابك تعمل كوردينيشن ما لم يتسببوا في تشينج اوردر او اديشنال كوست. السيتنج اوت، المناسيب والكوردينيتس والليفلز بيقدمها لك المالك والاستشاري، وانت عليك تشتغل بيها، ويستلم منك الاستشاري اذا طلعت غلط، لازم تكون انت مراجع كويس ومبلغ لو في اخطاء، لو كانت انفورسين الاخطاء فانت هتستحق حسب الكلوز 20.2 لكليم بيمنت اوف كوست اند اور تايم اكستنشن اوف تايم. هيلث اند سيفتي اوبليكيشن لازم نحفظها كده، لازم نتوافق مع قانون الدوله مع متطلبات المنطقه اللي احنا فيها. كواليتي مانجمنت اند كومبلاينس فيريفيكيشن سيستم لازم تدخل. خلينا افكركم بحاجه يا باشمهندسين، او اطلب منكم حاجه، هو من ضمن المشاكل العظيمه اللي السبب فيها اللي المهنه فيها، المشاكل العظيمه اللي المهنه فيها، انا شايف incompetent staff incomplete incompetent بالنسبه لي مش هتفرق كتير. طب هي incomplete ليه وincompetent ليه؟ تجربها ان شاء الله لما ربنا يسهل لك، زي الناس برضو اللي في الكويت والسعوديه زي كده. ايه مثلا؟ كان في برنامج وما زال موجود، برنامج مشاريع ماسكه مثلا بارسونز، وبرنامج اخوه بس الجزء الاخر ماسكه هيل، والجزء الثالث ماسكه دار الهندسه. الناس دي خدت الشغل ببي او كيو، فسعرت الستاف، كل واحد فيهم مسعر الستاف بشكل، ده مسعر بحيث انه يقدر يديك 5000، واحد تاني مسعر بحيث انه يقدر يديك 6000، واحد تالت مسعر بحيث انه يقدر يديك 8000. اللي بيقبل 8000 مش هو هو المهندس اللي بيقبل 5000. ولو قلت لي ساعات الظروف بتحكم، المهندس اللي بيقبل ال 5000 مش هيشتغل اللي كان يستحق 8،
مش هيشتغل في المشروع بالخمسه بنفس النفس، حتى لو هو بيراعي ربنا بيراعي ضميره بيراعي سمعته، مش هيقدر يشتغل زي ما كان المفروض ياخد 8000. فاذا انت كاستشاري اللي نزلت سعرك لانك تدفع 5000 فجبت مهندس مش مبسوط في مكانه او انكومبتنت. نفس الكلام لما بتروح للمقاولين، بتصادف انت في مهنتك انك انت الاستشاري وعندك اصدقاء في نفس شركه المقاولات، تقول له ليه يا صديقي عملته كذا كذا كذا، يقول لك هو احنا عندنا ستاف، دي الشركه بتقول احنا كده نو بادجت ومش هنجيب ناس تشتغل. انا فكرتني لما قلت كونتراكت مانجمنت، حضرتك لو عملت كونتراكت مانجمنت سيستم في شركتك وكونتراكت مانجمنت بلان في مشروعك واكسكيوشن بي اي بي بروجكت اكسكيوشن بلان في مشروعك سليمه بالريسورسز المطلوبه، مستحيل مشروعك يفشل، مستحيل تخسر، مستحيل يتعمل عليك كليم، مستحيل تخسر كليم لما تعمله، مستحيل مستحيل مستحيل. محتاج فريق مشتريات يجيب لك عروض اسعار بسرعه، محتاج فريق مشتريات يقدم البري كواليفيكيشن بتاع المعدات بدري، محتاج فريق ينجحك في اللونج ليد ايتمز. كل ده لو انت مقاول ضعيف او مقاول مستخسر مش هتنجح فيه. نفس الكلام الاستشاري، لو المقاول قوي جدا وبعت المستندات للمستشاري والمستشاري اتاخر، هيكون الاستشاري تسبب في الكليمز. بكل اسف بقرا ملاحظات، يعني ساعات يجيب لنا مثلا المقاول يقول لك انا معتمد اوريدي من بارسونز من 5 سنين في مشروع مشابه، فيجيب لك الملحوظ. بلاش بارسونز عشان حبايبي، الناس الديزولفت زي CH3 اسمه ايه؟ CH3 باين ولا حاجه كده، اللي هم بقوا جزء منهم WSB. لنفترض تبص على الاعتماد بتاعه لمن 5 سنين تلاقيه كاتب شروط معناها انه مش مسؤول عن اي حاجه، ولا كانها اعتمد، ولا اكنه اعتمد حاجه بشرط وبشرط وبشرط. فطبعا دي معناها ان الاستشاري يا ضعيف يا خايف يا كسلان يا مش عايز يقرا. المهم ان الكواليتي مانجمنت والكواليتي مانجمنت سيستم وفيريفيكيشن سيستم والخ الخ، الكلام ده عايز ستاف، الكلام ده عايز ستاف ستاف. طيب sufficiency of كفايه العقد، البند اللي عارفينه اسمه كفايه، ان العقد السعر اللي اتفقنا عليه 100 مليون ريال يشمل كل شيء مطلوب لتنفيذ هذا المشروع. unforeseeable physical conditions، يعني ايه unforeseeable physical conditions؟ يعني امور موجوده تحت الارض غير متوقعه للمقاول الخبير او الشبه خبير، ومع مراعاه الوقت والتكاليف للانفستيجيشن اللي ممكن يعملها قبل تقديم عطائه. الانفورسين دي بقى بتؤهل المقاول لكليم لو هي انفورسين فعلا، تايم اند كوست او تايم اور كوست، وفي بروسيدور للكليم ده. كونتراكتور نوتس، يعني ايه كونتراكتور نوتس؟ ان اول ما تلاقي حاجه مقاول انفورسين ترسل نوتس as soon as practical. انجينير انسبكشن، الانجينير يراجع ويدي قراره خلال 7 ايام. انجينير انستراكشر، يدي تعليماته لو هتتسبب في ديلي او اند كوست، هتروح للكلوز 20.2 اللي هو استحقاق تايم كوست اند اور تايم. اجريمنت اوف ديترمينيشن اوف ديلي اند اور كوست، بنتفق على ال قرار الاستشاري. رايتس اوف واي، حدود الطريق، حدود الموقع، حدود الاكسس. افويدنس اوف انترفيرنس، المقاول هو شغال ما يعملش اي تداخل او اي ازعاج لراحه العامه. واليوز اوف اوكيوبيشن اوف رودز اند فوت باث، لا ليك دعوه بالارصفه ولا بالطرق العامه ولا تتداخل مع راحه الناس او الفاسيلتيز او المنشات المحيطه. اكسس روت، الطريق اللي يدخلك. ترانسبورت اوف جودز، نقل الخامات. كونتراكتور اكويبمنت،
معدات المال المقاول على حسابه، سواء ضرائب سواء استيراد سواء محلية. بروتكشن اوف انفايرمنت 418 ده مهم جدا، ممنوع تشتغل تحفر بير في الموقع من غير ما تاخد تصريح وزارة المية، ممنوع تاخد تحفر بورو بيت في الموقع وتاخد مواد الردم من غير ما تاخد موافقة المالك ووزارة المية او الثروة المعدنية. التمبراري فاسيلتيز عليك، بروجريس ريبورت ومشتملات البروجريس ريبورت كلنا عارفينها. نقطة واحدة مهمة جدا في البروجريس ريبورت نكتبها، تبقى نمرة 7 عندنا في الأجندة، آخر بند however nothing stated. بالعربي مش معنى إنك كمقاول تكتب معلومة في البروجريس ريبورت تقول لي ده نوتس، ما أنا قلت لك من 3 شهور إن أنا مش هحفر، إن أنا هحفر، لا مفيش نوتس في بروجريس ريبورت. التقرير الشهري الكبير ده ولا الاسبوعي مفيش نوتس تتحط فيه. عايز تقول نوتس سميها نوتس بكل وضوح. سيكيورتي اوف ذا سايت على المقاول، كومبليتلي على المقاول. كونتراكتورز اوبريشن اون سايت كومبليتلي تو بي ان ذا سيف سايد وذين ذا كونتراكت وذين ذا ستاتيوتس وذين ذا ابليكابل لو. العثور على الاثريات archaeological and geological findings، اول ما تعثر على اثريات في الموقع، دي بنود معروفه طبعا ليكم كلكم، تبلغ المالك في الحال وتمنع عمالك من اي تاثير عليها، ولو صرفت فلوس على الحفاظ عليها فده كليم ويمكن تاخير لو احتجته. اهم البنود هنا نمره 5 اسمه ديزاين. لو رحت للريد بوك هتلاقيه سب كونتراكتنج عشان ما فيش ديزاين في الريد بوك، اما هنا هو اسمه ديزاين. طيب هنا الديزاين المقاول مسؤول، الديزاين بيلدر هو المسؤول مسؤوليه كامله عن الديزاين. بيعمله ازاي؟ بيعمله اكوردنج تو ذا ديزاين كرايتيريا ظاهره في الامبلوير ريكويرمنت. بتقدم بقى كونسبت ديزاين لو ما كانش عندك، بتقدم سكيماتيك ديزاين، بتقدم ديتيلد ديزاين، كل ده بيتوافق عليه سواء مكتوب في الامبلوير ريكويرمنت او يتوافق عليه في البروجكت اكسكيوشن بلان اللي فيها بلان ثانيه اسمها ديزاين مانجمنت بلان. دي نقطه مهمه. ذا كونتراكتور اندرتيكس ذات ذا ديزاينرز، المقاول سيقر انه جايب ديزاينرز محترفين وانه هو نفسه محترف ديزاين، وان السب ديزاينرز اللي هيجيبهم محترفين، وان الديزاينرز دول، دي نقطه خطيره بقى، ان الديزاينرز دول جاهزين يجتمعوا في اي وقت مع المالك، مع الاستشاري، وديسكاش وديسكاس والابوريت وديمونستريت وشو وفاليديت الديزاين الخ الخ الكلام ده. وبيقول لك يا هو البلد يا بره البلد، الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان انا بصمم اير فيلد في بريطانيا ولا في اسبانيا، يجي بقى مهندس الاستشاري بتاع اللي ماسك المشروع ويقول لي انا عايز اطلع اشوف المودلز اللي معموله للبيم موديل اللي هناك، اشوف شغال ازاي وبتعملوا ايه بالظبط. يا عم ده يجي اونلاين يقول لي لا انا عايز اروح اسبانيا، وفريق كامل بقى مهندس الكهرباء ومهندس اليوتيليتيز ومهندس ومهندس. كل دي تكاليف لازم تكون واخد بالك منها لما انت تكون ديزاين بيلدر. جنرال ديزاين اوبليجيشنز دي اللي احنا شفناها. كونتراكتور دوكيومنتس، يعني ايه كونتراكتور دوكيومنتس؟ لازم تكون مسماه في الاي ار، وهي هي كل مستند، هي كل مستند مسجل في الامبلوير ريكويرمنت ان المقاول يقدمه فور ريفيو، وما يتفق عليه لاحقا. required to satisfy permits regulatory approvals contractors specified in the AR. دي بالكابيتال يا باشمهندسين، contractual documents، عشان بعد كده بقول لك في التيرمينيشن المقاول يقدم الكونتراكشوال دوكيومنتس اللي في حوزته. as built record operation and maintenance manuals، كل ده اللي وارد في الكلوزز دي تسمى contractor. preparation by contractor، الديزاين ده هيقدم الكونتراكتور.
عند كونتراكتور دوكيومنت هيقدمها المقاول نفسه او الديزاين بيلدر باللغه وتحت القانون القابل للتطبيق. ما هي الريفيو بيريود؟ هي الريفيو اللي هيراجع فيها الاستشاري مجرد ما يستلم السبميترز بتاع المقاول، يقعد يراجع 21 يوم ان لم تكن مسجله في الاي ار اللي هي الامبلوير ريكورد امبلوير ريكويرمنت. الكونتراكتور نوتس اللي هي بتتقدم على مع السبميتال للبشمهندسين، بتقدم السبميتال فورم يعني مع الرسومات الشوب دروينج مثلا ولا اللي انت شغال بيها حاليا، بتقدم ايه؟ بتقدم شويه رسومات للاعتماد بترفق بيها ايه؟ سبميتال فورم، بتسمى كونتراكتور نوتس. دايما الفيديك الاصفر حاطط لك تايم بارز وريفيو بيريودز، لو انت ما رديتش كاستشاري يبقى انت موافق. مرحله التنفيذ، مفيش تنفيذ الا بسبميتال، مفيش تنفيذ الا اللي انت عارفه بقى يا باشمهندس، الميثود ستيتمنت، الاي تي بي، الاي تي بي الانسبكشن اند تيست بلان، الشوب دروينج، الديزاين دروينج يعقوب الشوب دروينج طبعا، الاورجنايزيشن الشرط للتنفيذ، السيفتي اند ريسك اسيسمنت للبند اللي هتنفذه، هو ده الكونستراكشن. بيقول لك مفيش بند يتنفذ انتل نوتس اوف نو اوبجكشن از جيفن، دي تعني ابروفر، يعني الانجينير يوافق لك على اللي انا قلته ده كله، ساعتها تقدر تنزل تشتغل. طب اللي انا قلته ده بتعمل بيه ايه بعد كده؟ بتحط عليه اي ار inspection request، يروح المقاول يستلم، الاستشاري يستلم، لما الاستشاري يستلم ياخد الاي ار يحطها فين بعد كده؟ يحطها في البيمنت سيرتيفيكيت. يبقى الراجل الكيو اس اللي قاعد في المكتب في الورك ستيشن مستني الاي ار، الاي ار ده لو ما كانش متوقع ومكتوب فيه شوب دروينج معتمد والانسبكشن اند تيست بلان والريسك اسيسمنت والشوب دروينج والديزاين دروينج الخ الخ، مش هيصرف الفلوس. يبقى انت بتشتغل ليه لو انت مش هتصرف فلوس؟ تعهد المقاول، المقاول يتعهد بان الشغل اللي هيتنفذ ده حسب اللو اوف ذا كونتري، ذا دوكيومنت فوند ومستندات العقد. يتعهد عهد انا المقاول شركه كذا كذا بان العمل الجاري تنفيذه او الذي سيتم تنفيذه او الذي اتمينا تنفيذه هو طبقا لقانون البلد ومستندات العقد. لما بيقول لك تكنيكال ستاندرد وريجوليشنز، السلام عليكم. هو تقريبا في مشكلة عند دكتور مصطفى، خرج عشان الانترنت، في ثواني هنحل المشكلة وهنرجع تاني. السلام عليكم. وعليكم السلام يا دكتور، اتفضل. اتفضل يا دكتور. معلش فجأة كده لقيت ال لا اتفضل يا دكتور، الصوت واضح جدا. فجأة لقيت
تمام. قلنا اي تعديل عن الكود اللي قبل اللي بعد البيز ديت هيبقى تشينج اوردر. هيكون تشينج اوردر ازاي؟ المقاول هيقول انا لقيت الكود حصل له ابجريد وعشان اتوافق معاه يقدم بروبوزال وده يكلفني كوست اند تايم قد كده. التريننج دي حاجه مهمه جدا في اليلو فيديك عشان خاطر انت ديزاين بيلد، فانت بتعمل فاسيليتي صعبه. مصنع كان في عندنا كباري في الكويت فيها سيستمز جديده، فبيبقى في بند تريننج. البند التريننج ده بيبقى ليه علاقه بالاوبريشن اند مينتنس، بيتكتب في الامبلوير ريكويرمنت ايه هو التريننج اللي هنعمله، على حساب مين التريننج جوه السايت ولا بره السايت، ولا هنسافر تايوان نعمل تريننج ولا ايه بالظبط. 10.1 فولوز ذا تريننج. طيب التريننج ده ممكن يأثر على ايه يا باشمهندسين؟ التريننج انا بدرب فنيين على استخدام الفاسيليتي. لو الفاسيليتي دي استخدمها الفنيين طبقا لتريننج غلط، لو استعملنا الفاسيليتي دي اللي هي مكنه الاس تي بي السيوج تريتمنت بلان، انا دربت الناس اللي هتستعملها، المقاول درب الناس اللي هيستعملوها من عند الامبلوير لمده سنه بعد الاستلام. لو راحوا يستعملوها بعد الاستلام التيكنج اوفر واشتغلوها غلط والاس تي بي حصل لها ديفولت او نيدز ريبير، الريبير ده هيكون على حساب المقاول بالرغم ان اللي بيستخدمها هو المالك ولكن هو خد تعليمات خاطئه من المقاول اثناء التريننج. الاس بيلت ريكورد دي احنا حافظينها طبعا على ان هي الاسبلت دروينج، لا هي كل ما تم تنفيذه بالفعل ابديتد، كل خطوه element facility discipline part section اتعملت تعتبر اسبلت ريكورد وتقدم عند الطلب، تقدم للاستشاري للمراجعه طبعا. Operation and Maintenance Manuals دي المانيوالز اللي هننفذ بيها الاوبريشن، وكل ده على فكره بيتقدم قبل التيكنج اوفر اوف ورك اند سيكشنز. يعني ايه؟ يعني مفيش استلام ابتدائي يا باشمهندسين بدون Operation and Maintenance Manual، مفيش استلام ابتدائي بدون اسبلت ريكورد، بدون استلام مفيش استلام ابتدائي بدون تريننج. الكلام ده بيبقى صعب قوي لما بيبقى المشروع فيه سيكشنال كومبليشن. الناس اللي متعوده على السكشن كومبليشنز والفيز 1 والفيز 2 والاخ وجدت صعوبه بالغه عشان تاخد اسبلت دروينج في سكشن بس، وتاخد يا ريت تكون انت ديليجنت حتى لو انت بتعمل عقد حكومي، لما تيجي تعمل تقول انا عايز المشروع ده فيزز، المبنى الاولاني والمبنى الثاني والمبنى الثالث، تكون عندك شويه ذكاء هندسي وما تطلبش كل متطلبات الاستلام الابتدائي في السكشنز. يعني انت عايزني اجيب لك الموديل كامل، مع احترامنا للبشمهندسين المحترفين البيم، اجيب لك الموديل كامل بتاع المبنى وازاي هو مرتبط بالمشروع ككل لما هو سكشن كومبليشن بس. لازم حضرتك تاخد بالك وتقول لي والموديل الباقي يبقى ينضم لل يتعمل له انتجريشن لما نخلص كل المشروع. اوبريشن ستاف اند ليبر، مسؤوليه المالك، مسؤوليه المقاول في الستاف اند ليبر، عليه يجيب الستاف ويجيبهم قانونيين وممنوع يعملوا اي اجراءات مخالفه. لازم يكون الريت معدلات المقاول الديزاين بيلدر تدفع، ما ينفعش تقبض واحد في السعوديه براتب زي ما هو بيقبضه في مصر، لا لازم يقبض زي قانون العمل اللي القابل للتطبيق. ممنوع الاستشاري والمقاول والمالك ياخدوا من بعض موظفين، ممنوع ولا يحاولوا. ممنوع المقاول ياخد موظف من عند المالك، ممنوع الاستشاري ياخد من المقاول والعكس. ف
تطبيق الليبر لو قابل للتطبيق في البلد، الوركينج اورز حسب قانون العمل، فاسيليتي الفاسيليتي اوف ستاف اند ليبر، المرافق يجهزها، المقاول والاكوموديشن ان لم يذكر خلاف ذلك، طبعا كل اللي احنا بنقوله ده ان لم يذكر خلاف ذلك في العقد. كونتراكتور سوبر انتندنس، اشراف المقاول، كونتراكتور بيرسونيل ممنوع يعملوا اي فرود، ممنوع يعملوا ميس كوندكت. كونتراكتور ريكورد في البروجريس ريبورت، ممنوع يعملوا اي ديس اوردر لكوندكت، تيكس بريكوشن تو بريفنت اني ان لوفل رايتوس اور ديس اوردر لكوندكت باي كونتراكتور بيرسونيل، لازم يتبعوا الأعراف والقوانين والممارسات الأفضل المطبقة في المجتمع المصري. الكي بيرسونيل بيبقى ليهم جدول للخصومات لو ما كانوش هيحضروا، لو مش مكتوب حاجة اسمها كي بيرسونيل يبقى شال نوت ابلاي. طب هيحطوا مين؟ كويت مكتوبين بالاسم، مدير سيفتي، مدير كواليتي، مدير مدير مدير، سينيور انجينير للمساحة، إلخ عند المقاول. في السعوديه ما فيش التجزئه الكامله دي لحد ما، لذلك فهو هنا بيقول لك طب لو مش مكتوب هنعمل ايه؟ هنعين الناتشورال بيرسونز، هنعين المقبولين الطبيعيين. بلانت اند ماتيريال اند وركمان شيب شود بي ان ذا بيست براكتس، العينات تقدم، العينات ما لم يذكر خلاف ذلك، العينات تقدم في بالسامبلز المتعارف عليها عند المانيوفاكتشرر او اللي مكتوبه في الامبلوير ريكويرمنت الانسبكشن. كلمه بلانت اللي بتتكرر معانا هنا كتير مينز كلمة بلانت اللي بتتكرر معانا هنا كتير مينز الأجهزة والمعدات والمكان والوسائل النقل ووسائل الرفع والرافعات اللي محتاجها في الموقع، سواء بيرمننت وورك ولا تمبرري بيرمننت وورك، ولا هتتنفذ جوه الموقع تركيبات جوه الموقع، ولا هي هتتصنع بره وتنقل إلى داخل الموقع. تيستينج باي ذا كونتراكتور، لا ما فيش اختلاف كتير، ولو لو لو التيست اتكرر يبقى على حساب المالك، والنتيجه طلعت صح تبقى على حساب المالك، لو اتكرر والنتيجه اوريدي غلط على حساب المقاول، والتاخير على المقاول برضو. الاستحقاقات الرويالتيز يدفعها المالك المقاول للنقل للمخلفات اللي بيرميها بره الموقع، للرمل والزلط وهو اللي بيجيبها من المحاجر. لو بيأجر أرض مجاورة من البلدية، لو بيأجر طريق من البلدية، كل ده نواتج الحفر، نواتج التكسير، كل ده بيدفعه للجهات المعنية. بداية العمل حسب اللي يذكر في العقد، بس مش قبل 14 يوم، يعني لما بتاخد حضرتك الليتر اوف اكسبتنس يجي لك خطاب من الاستشاري بيقول لك سنبدا العمل خلال في اليوم ال 14 مينيموم، ينفع يكون ال 15، ينفع يكون ال 20، بس نوت ليس ذان 14 يوم. لو ما كتبتش انت 14 يوم هيبقى في عندك 42 يوم، ولكن ليس قبل 14 يوم. انت عايز تبلغ تقول له 14 يوم الى 42 يوم، لو مش مكتوبه في الامبلوير ريكويرمنت هتبقى 42 يوم. التايم فور كومبليشن هو المده من بدء المشروع زائد مده تنفيذ الاعمال اللي مكتوبه، السكيدول. في حاجه اسمها انيشال سكيدول، دي نقط مهمه باشمهندسين، السكيدول اللي هو البروجرام، في انيشال سكيدول وفي ريفايزد سكيدول. الانيشال سكيدول بيقدمه المقاول الاستشاري بعد 28 يوم من بدء المشروع، من الليتر اوف اورد،
ال 28 يوم ده بتقدمه بتسميه انيشال سكيدول. لو اعتمد بدل ما هو اسمه انيشال بروجرام بيتسمى بروجرام. بتعمل ريفايزد امتى؟ بتعمل ريفايزد لما يكون البروجرام اصبح غير عملي، غير ممثل للاعمال الجاريه، انت خلاص سبقته او انت بيهايند كتير. extension of time for completion حسب البند 20.2 بتاع الكليمز. لو في تشينج يسبب كلمه extension of time يعني impact on the critical path. خلينا نكتبها عندنا يا باشمهندسين، EOT يعني بتتعامل مع امباكت على كريتيكال باس. لو ما فيش امباكت على كريتيكال باس يبقى ما فيش EOT، ما فيش امباكت، ما فيش مشكله، ما فيش دامج. طيب انواعه، في نوع اسمه بسبب التغييرات، بسبب التدخل من المالك، بسبب الاثوريتيز، بسبب unforeseen physical condition، بسبب unexpected circumstances زي الكورونا. كل ده بيعمل حقيقة extension of time. طيب الديلي انواع دي برضو نكتبها عشان مش بتتكتب كتير. في حاجه اسمها independent delay يعني فقط السبب في التاخير هو الكورونا. independent delay السبب الوحيد في شهر ديسمبر اللي احنا فيه مثلا هو الكورونا. independent delay وهو نادر، وهو نادر. طيب امال ايه اللي شائع يعني يبقى فيه concurrent delay. concurrent delay يعني المقاول عنده تاخيرات والمالك عنده تاخيرات، الاثنين في وقت واحد تقريبا بمدد مختلفه، 21 يوم و 10 ايام. طريقه معالجتهم بقى الناس محترفه في السكيدولينج، بس غالبا النت هو اللي بتحسب للمقاول. بتحتاج تعمل ديلي اناليسيز، بتحتاج تثبت التاخير، بتحتاج تعمل كونتمبرينيوس ريكورد، تحفظ كونتمبرينيوس ريكورد فايلات قد كده عشان تنجح في الديلي كليم. في ملحوظه هنا بيقول لك حسب الريد بوك، ذا كونتراكتور شال بي انتايتلد سبجكت تو كذا كليمز فور بيمنت اند كذا اف ميجرد كوانتيتيز. اف ميجرد كوانتيتيز في البند 8.5 هناك بقى في الريد بوك عنده كوانتيتيز في البي او كيو اللي هو ريميجر. لو الكميات زادت 10% هيبقى من حقك، ويبقى في تايم امباكت على السكيدول، يبقى من حقك من خلال تايم امباكت اناليسيس اديشنال ورك. بس هنا احنا في اليلو بوك مفيش كوانتيتيز، فمفيش البند ده. delay caused by authorities زي ما قلنا، rate of progress لازم يكون rate of progress حسب الانيشيال بروجرام او البروجرام المعتمد. لو في اي تاخير هتعمل انذار للمقاول، يبقى المقاول هو المتسبب او هتشوفه ايه سبب التاخير. delay damages لو المقاول مستحق، لو المقاول هو السبب هتخسر liquidated damages باليوم، بتبقى مكتوبة في العقد. لو في العقد السعودي اسمها ربع تكلفة اليوم لأول أسبوع، maximum لا تزيد عن مبلغ معين. العقد السعودي حاول في التعديلات الأخيرة يعملها 15%، ما قدرش، رسيت على 10% maximum. والديلي damages دي أو liquidated damages دي لا تعفي المقاول. مش معنى انك عملت غرام التاخير يبقى المقاول يوقف الشغل بقى وخلاص. من حق الامبلوير يعمل سسبنشن في بعض الاحوال. كونسيكونس اوف ذا امبلوير سسبنشن ايه اللي بيحصل لو راحت المقاول، لو راحت المالك امبلوير يبقى كل التكاليف على المقاول. لو بسبب المقاول كل التكاليف على المقاول في المرحله الاولى، سوري، الامبلوير لو هو اللي عايز كده لسبب يخصه هيدفع تكاليف للمقاول. لو المقاول مضطر لوجود عيوب، لوجود سيفتي بروبلم او سيفتي سبجكت، هيبقى المقاول هو المتكلف بالتكاليف. تكاليف ايه بقى؟ ان هو هيغطي العمل، هيحافظ على العمل، هيبروتكت العمل، هيرجع يعمل موبيلايزيشن اند ديموبيلايزيشن، كل ده على حسابه.
prolonged suspension لو وصلنا ل 84 يوم ايقاف بطلب المالك، هيبقى المقاول متصل، هيبقى المقاول من حقه يطلب ترمينيشن. لو 114 يوم متقطع برضو المقاول ممكن يعمل يطلب ترمينيشن. الكوست والتايم طالما زي ما قلنا المالك على حساب المالك. اعاده العمل، العقد السعودي بيقول لك لما تيجي تعمل اعاده العمل بعد تعمل ريسامشن بعد السسبنشن، كل شهر ليه 3 ايام زياده عن الشهر الايقاف. يعني انت لو وقفته شهر تدي له شهر و3 ايام عشان يلحق يجيب معداته وكده. تيست اون كومبليشن، التاخيرات في التيست اللي يتسبب في التاخير يدفع الغرامه المستحقه سواء تايم اور تايم اند كوست. ري تيستينج، اعاده التيست لو فشل، لو لو هو تيست اعيد وفشل وطلع فاشل فيبقى المقاول المتحمل. لو الوضع طلع سليم يبقى السبب في كده المقاول هو المتحمل التكاليف والتمديد الزمني. employer taking over، الاستلام الابتدائي. بتستلم ابتدائي زي ما قلنا، بتقدم المانيوالز والشوب دروينج اللي عايز بيلت دروينج وكل الاستحقاقات والكونتراكت دوكيومنت والاسبلت دروينج والتيست اون كومبليشن ريكورد واي انسبكشن ريكورد، كل ده بتقدمه. اي حاجه ناقصه بتبقى نوت لا تؤهلك للاستلام الابتدائي. طب ينفع بارت؟ ينفع بارت اللي هو السكشنال كومبليشن. لو عندنا 3 مباني وعايزين نستلم مبنى واحد، لو عندنا 10 ادوار وعايزين نستلم الدور الارضي والاول، يجوز وينطبق الكلام ده على الدور الارضي والاول. سيرفيس ريكويرمنج رينستيتمنت، لازم تساوي الارض، لازم ترجعها كما كانت. لو كنت كسرت طرق حول الموقع، لو كنت تسببت في اي دامج حول الموقع، لازم ترجعه كما كان. طيب defect after taking over، after الاستلام لو وجدت عيوب في العمل بعد الاستلام هيكون ايه الوضع بتاعه؟ اولا بيبقى فيه في السناج ليست اعمال ناقصه لازم تكملها. complete any work which is outstanding on relevant to date of completion within time. يبقى انت في التيكنج اوفر سيرتيفيكيت بتكتب له خلص الاعمال البسيطه المتبقيه خلال 21 يوم. الاصلاحات بيعملها برضو اللي قلنا عليها اللي في السناج ليست، بيعمل الاصلاحات. على حساب مين الاصلاحات؟ على حساب المقاول اوف ذا كونتراكتور. اكستنشن اوف ديفكت نوتيفيكيشن بيريود، الاكستنشن اوف تمديد مده الصيانه، فتره الصيانه هي سنة. في عيب في تسريب المية في الدور العلوي كل شهرين يظهر، كل شهرين يظهر، كل شهرين يظهر. يبقى أنت حضرتك مش هينفع تخلص السنة ويجي يلحمها كده قبلها بيومين وتخلص السنة وتقول خالص. لا، احنا بنبلغه قبل انتهاء الأعمال ان احنا قبل انتهاء السنة الضمان النهائي ان احنا عايزين نمدد الضمان النهائي للمشروع أو لهذا الدور أو لهذا المبنى فقط بسبب العيوب الآتية، ويبقى الكلام justified. failure to remedy defects، أي defects مش هيصلحها المقاول، أنا ممكن أصلحها على حسابه وأخصمها من performance bond لو ما كانش فيه مستحقات لدى المقاول. remedying defects off-site، off-site. إيه رأيك لو في معدة عايزة تطلع من الموقع وتسافر من جدة للرياض أو من القاهرة لأسيوط عشان تتصلح، لازم المقاول يقدم بروبوزال. الكلام ده بعد الاستلام الابتدائي، لازم المقاول يقدم بروبوزال متكامل بالبرنامج الزمني، بطريقه الاختبار، بطريقه الاصلاح، هتتصلح فين، هتاخد مده قد ايه، انا مين هيختبرها وانا هختبرها ازاي. الاخ لو وافقت كاستشاري ومالك اوافق ويرجع يلتزم بيها. رايت اوف اكسس افتر تيكنج اوفر، استلمنا ابتدائي هتدخل المطار ازاي؟ ليك 28 يوم بعد الاستلام الابتدائي تدخل فيه. بعد ال 28 يوم لازم تطلب من المالك بيرميت تدخل تعالج امورك. زي مدارس البنات مثلا في السعوديه، لو خلصت ليك 28 يوم تكون نفس الاجراءات الاحترازيه متخذه والمدير عامل لك امكانيه الدخول بعد الدوام. اما بعد ال 28 يوم خلاص لازم تبتدي تفتح
تصريح جديد خالص، كونتراكتور تو سيرش المقاول هو اللي عليه يدور عن اي عيوب، ولقى ان ولو لقى ان هو السبب في العيوب تبقى على حسابه، لو لقى ان هو ملوش علاقه بالعيوب تبقى على حساب المالك. performance certificate شهاده الانهاء اللي هي بتكون بعد الديفكت نوتيفيكيشن بيريود، المقاول المالك يصدرها للمقاول بعد سنه الضمان، 28 يوم من مده سنه الضمان ماكسيمم تكون مسلمها له، واذا ما سلمتهالوش تعتبر اتسلمت. الفيدك كويس في الحته دي، لو انت كاستشاري او مالك اتاخرت بيديك تعليمات ان لو انت اتاخرت انا بعتبرها اتسلمت خلاص في التاريخ اخر يوم استحقاق. unfulfilled obligation لو ما كملش الاوبليجيشنز بتاعته انا ممكن اعملها على حسابه، ولو محتاجه قضيه ارفع قضيه حسب القانون القابل للتطبيق. clearance of site بعد defect notification period، بخل السايت المقاول يخل السايت من كل التمبرري ومن كل معدات ماكينات ماتيريال زياده سيربرس اي حاجه. تيست افتر كومبليشن في الريد بوك اسمها ميجرمنت اند فالويشن، تقييم قيمه الشينج اوردر زمان في الريد بوك كان اسمها كده. بروسيدور تيست اندر كلام تنظيمي في الفيدك، وفي غرامات ومن اللي اتاخر، ولو ما نجحش العمل يبقى على حساب المقاول. ممكن اقبل العمل بخصم من قيمته، العمل يسوى 100,000 ريال اقبله على عيبه كده واعتبره ب 90,000 ريال طبعا بعد الاتفاق والديترمينيشن من الاستشاري. الفاريشن الرايت تو فاري استحقاق التاخير، ناخد بقى مقابلنا مع بعض شويه كده في البند ده باشمهندسين. التاخير التغيير ده حاجه مهمه جدا، يحق للاستشاري والمالك التغيير، ادي نقطه. يحق التغيير في نفس مجال العقد، ممنوع التغيير خارج مجال العقد. يعني انا مقاول انفراستراكشر ما ينفعش اجي اقول له بالمره كده ايه الفلوس كتيره والخير كتير اعمل لنا مطار صغير. لا يا باشمهندس استشاري ويا مالك، انا الراجل جاي اعمل طرق واعمل مواسير ميه وكابلات كهرباء، انا مش بتاع مطارات خالص، الموضوع ده بعيد عني تماما، انا مش بتاع كده التغيير في مجال العقد. الاستشاري المقاول مجبر، المقاول مجبر ينفذ وبسرعه واكسبيدايت وزود ديلي وملزم، الا لو كان خارج من نطاق مجال العقد اللي هو سوري خارج مجال العمل بتاع العقد. يعني عايز اقول لو هو ما ينفعش اقول لي اعمل مطار وانا راجل بتاع طرق ومواسير، ما ينفعش اقول لي اعمل هاي رايز بيلدينج وانا اخر اعمل غرف حراس، فما يعني ده كده خارج المجال خالص بغض النظر عن الفلوس. نمره 2، اذا قلت لي ورد لي تكييفات من نوع معين من ايطاليا خلال اسبوعين او خلال شهر، وانا جبت لك ورقه من ايطاليا بتقول مينيمم 3 شهور، يبقى انا خلاص مش هعرف انفذ لك خلال شهر، يبقى هي البند المرادية. ممكن يكون انت بتطلب مني اعمل شغل فيه متفجرات غير مسموح بيه، يبقى ادفيرس هيلث اند سيفتي اوبليجيشنز، انت كده بتقول لي خالف العقد. او بروتكشن اوف ذا انفايرمنت، بتقول لي طلع لي ميه بير ممنوع هنا اطلع احفر ابيار، فاذا ده ممنوع يبقى انا ارفض الاكشنج ده بكل بساطه. اذا كان الشغل بتاعك هيقلب لي السكيدول، انا في مشروع 6 شهور وسعادتك بتطلب مني المشروع يتحول الى 2، فانت بتاثر تاثير كامل على السكيدول، ادفيرس امباكت اون ذا سكيدول، بغض النظر انك هتديني فلوس. انا بقول لك امتى من حقي ارفض، هتأثر بصفة عامة على الأوبليجيشن لإنهاء العمل بطريقة fit for purpose. انت عايزني اعمل لك مدرسة تؤدي الغرض منها لاستعمالها للطلبة، انت بتطلب مني اعمال ابيار وما ابيار مية وكده، ممكن تخليني اطلع لك في الاخر المدرسة مش fit for purpose. الفاليو انجينيرينج، الاستشاري من حقه اللي عنده سؤال في الاكشنج لازم يلحقنا يا باشمهندسين. الفاليو انجينيرنج يحق للاستشاري يطلب فاليو انجينيرنج، يحق للمالك
للمقاول يقترح فاليو انجينيرنج، لما يقترح المالك بيبقى مقترح حاجه متصور انها هتفيد المالك في البرفورمانس، في الاسعار، في التايم، في الفائده او في الفاليو بتاعت المنشا على المدى الطويل او على المدى القصير. يعني الاربع حاجات دول الانجينير عليه راجع ويقول رايه، يطلب معلومات اضافيه، يوافق يرفض، لو كانت اوكي يبتدي يعمل فاريشن اندر 13.1 13.3.1. الفاريشن بروسيدور نعتبر اتكلمنا عليه، هيقدم الاول الاستشاري يدرس يقيم حسب 13.7، يتفق مع المقاول على السعر، يرفعوه للمالك، يوافق عليه، يعمد المقاول يشتغل. دايما بنشوف المقاول ريسبوند as soon as practicable، يعني لما نطلب منك يا مقاول عرض سعر مش تاخده وتتأخر اسبوعين ثلاثة أربعة خمسة وتقول له والله بدور في السوق، لا، انت عليك as soon as practicable. لما هنروح للمحكم في يوم من الايام او للقاضي هتدفع ثمن الجملة دي يا باشمهندس. هيروح يجيب الخبير المحكمة بتاعه ويقول له قول لي يا خبير لما المقاول يحتاج اسعار مكيفات نوع كذا 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 يجيب ثلاث عروض اسعار في قد ايه؟ الخبير هيقول له في ثلاث اسابيع. يوم يقول للمقاول انت قدمته في ثلاث شهور، يبقى المدة دي مش في الاكستنشن اوف تايم كليم بتاعتك. البروفيجنال سام مبالغ احتياطية بيحطها المالك في العقد بتاعه لان كلير سكوب او كلير سكوب ان كلير كوانتيتيز او بروفيجنال سام فور ان فورسين سيركمستانسز، بيرجع يعمد بيها لا تصرف الا في تعميد تاني جديد للمقاول، ويشتغل بيها المقاول كانها تشنج. يبتدي يقترح للاستشاري، يقترح للمالك، يعتمد الاستشاري، ينفذ المقاول على البروفيجنال سام، تصرف في المستخلصات مجرد ما يتوافق عليها وتتنفذ. قد تكون من خلال نومينيتد سب كونتراكتور وممكن لا. طيب احيانا البروفيشنال سام المالك بيطلب ثلاث عروض اسعار، من الثلاث عروض اسعار دول لازم يوافق الاستشاري على واحد فيهم خلال فتره محدده، والا المقاول هيختار واحد من نفسه ويشتغل بيه. خلال الاختلاف على الاسعار ومناقشه الاسعار لو الموضوع طويل، الاستشاري بيحدد سعر في الاكشنجز بصفه عامه، في الفاريشن بصفه عامه، عمالين نختلف هو الحفر في الصخر يسوى 100 ريال ولا 90 ريال ولا 80 ريال، وبقى لنا 3 شهور بنجيب عروض اسعار وكده، والمقاول عايز يشتغل فانا اشغله بسعر تقديري 80 ريال لغايه ما نتفق ويطلع 90 يطلع 85 ابقى ادفع له الفرق بعدين. الدي وورك لازم يكون مسجل في الكونتراكت، في الامبلوير ريكويرمنت والكونتراكت داتا مكتوب فيه اسعار الدي وورك. يعني ايه؟ يعني الماينور تشينجز او الامور الطارئه ساعات بنحتاج ننفذها بسرعه بدون البروسيدور بتاع التشينج. طب اشغل الراجل ازاي؟ ببقى متفق معاه، عامل لي سكيدول، هو بيقول لي انا عندي يوميه الحداد ب 100 ب 50 دينار، يوميه المهندس ب 77 دينار، يوميه اللحام ب 5 دينار، يوميه الحفار المكنه الحفر ب 2000 ريال. لما ابقى احتاج دي ورك سكيدول، الدي ورك سكيدول انفذ اعمال طارئه انفذها بالطريقه دي. لازم المستشاري يبلغ المقاول بالريكورد المطلوبه، مش هيطلقه ويشتغل ويجي المقاول بعد اسبوع يقول له انا صرفت 100000 ريال عايزهم. لا، هيعمل عليه رقابه محدده ويحدد ايه هي الريكورد المطلوب تسليمها. لو مفيش ليستة اسعار دي وورك اذا البند ده لاغي او بيسموه شال نوت ابلاي 13.5. طيب ادجستمنت اوف تشينجز ان لو بعد البيس ديت، احنا خلاص كده بنعيد الكلام بقى تاني، بنرجع الكيرف بتاعنا نسمع اللي قلناه مع بعض. حسب البيس ديت اي تعديل في القوانين بعديها هندفع للمقاول الخصم او بالاضافه، الخصم او بالاضافه
ممكن تطلع الكارتة لو تفتكر حضرتك، في حاجة اسمها الكارتة، تصريح مرور عند مدينتي في مصر، العربيات اللي متجهة إلى مشروع معين وهتعدي على الكارتة دي تعتبر اكشنج لو، لازم تقبضها من المالك، لازم أنا أقبضها من المالك، إن الناس اللي ليا مشاريع في المنطقة دي. adjustment for change in cost برضو بعد البيس ديت، لو أسعار الأسمنت زادت، لو أسعار الحديد قلت، المالك من حقه يخصم أو ينقص، أو المقاول من حقه يطالب بالزيادة. طب إيه الأساس في حاجة زي دي؟ حاجة اسمها الاندكس، البرايس اندكس. برايس اندكس أنا دفعت بيها في الكويت لمكتب استشاري شهير، كان مكتوب في العقد برايس اندكس يجب بعد سنتين للريسورسز بتاعت المكتب الاستشاري، فروحنا للبرايس اندكس من وزارة المالية ودفعنا الفروقات عليها. طيب لو ما فيش برايس اندكس في العقد، لو ما فيش برايس اندكس في العقد يبقى بناخذ البرايس اندكس لو اتاخر، لو ما فيش برايس اندكس في العقد ناخد البرايس اندكس السائد في البلد. لو المشروع اتاخر يبقى انهي برايس اندكس؟ افرض اتاخرنا سنه يبقى هناخد البرايس اندكس الجديد؟ لا، 49 يوم قبل ال تايم فور كومبليشن. ان ديليد بروجكتس البرايس اندكس هيكون 49 يوم قبل تايم فور كومبليشن. Or current index or price, whichever is more favorable to the employer. يبقى أنا لو تأخرت سنة أخد 49 يوم قبل نهاية المشروع، أو الـ current index اللي بعد سنة، أو السعر السائد للبضاعة بعد سنة، أفيد حاجة في الثلاثة دول. Contract price and payment، ده الدفعات بقى، الدفعة المقدمة الـ advance payment مع الـ advance payment مع بنك جارانتي، لازم تقدم بنك جارانتي. هي تعريف الـ contract price بالشمهندسين، قلنا contract amount زائد adjustment. الادفانس بايمنت فيها مشكله، لا يكون 5% يدفع للمقاول 5%، المقاول دفع خد ال 5% ودفع وجاب بنك جارانتيه، البنك ال 5% دي تتخصم 5% من كل مستخلص. طب افرض المقاول انتاجه ضعيف، يبقى خد 5% في المليار بكام؟ ب 5 مليون، ب 50 مليون، وهو انتاجه ضعيف في المشروع، تلاقيه كل شهر بيعمل شغل ب 2 3 مليون، تخصم عليه 5% يعني 150 الف ريال، يعني ان شاء الله المشروع هيخلص وانت ما خصمتش حاجه تذكر. طب نعمل ايه؟ في ناس بتقول لك لا انا هخصم بقى ايه بتسارع ال 5% دي، يعني ال 50 مليون على مده المشروع 24 شهر ولا 50 شهر، يبقى كل شهر هخصم كذا، كل ما يجي لي بيمنت هخصم المبلغ ده اجمالي وليس استنى للاخر. اما الفيدك بيقول ايه؟ لا، قبل اخر مستخلص الفرق يتخصم مع اخر مستخلص. الابلكيشن الانترم بيمنت، في حاجه اسمها انترم بيمنت ابلكيشن اللي هو تقديم مستخلص، وبعد كده انترم بيمنت سيرتيفيكيت الشهاده. الخلاصه في الموضوع ده ان خلال 28 يوم الاستشاري يخلص، خلال 56 يوم للانترم الملك يخلص، اي تاخير هيبقى فيه انترست على المبالغ المتاخره. الانترست ده بيكون حسب 3% بلس اعلى فايده في السوق، اي اعلى فايده للاقراض السريع. ستيتمنت اوف كومبليشن، شهاده الانتهاء، فاينل ستيتمنت، ديستشارج، ابراء الذمه. لازم الاستشاري المقاول بيقدم مع الفاينل بيمنت سيرتيفيكيت، بيقدم بيقول انا ليس لي اي مطالبات لدى المالك الا مبلغ الفاينل بيمنت سيرتيفيكيت، ولو في ضمانات محجوزه ولا حاجه، ولو في كلمات كليمز متاخره.
السيسيشن اوف ذا امبلوير لايبيلتي، مسؤوليه الملك تنتهي بعد الدفع وبعد تسليم كل متطلبات العقد. كرنسي اوف بيمنت طبعا زي ما العقد بيقول. التيرمينيشن هنكتب دلوقتي كمان حاجه في المذكره بتاعتنا يا باشمهندسين، حاجه مهمه جدا جدا جدا، بتقول ان التيرمينيشن مش مهندسين، انا صوتي واصل اوكي. تيرمينيشن بيقول لك ايه في الفيديك؟ بيقول لك يحق للملك التيرمينيشن، يحق للاستشاري اعطاء نوتس. حاجتين عايز اقولهم في التيرمينيشن، بقول في التيرمينيشن عندي حاجتين عايز اقولهم. في حاجه اسمها، قلنا احنا انهم خلاص ثلاث انواع دي معروفه، في طب انت ازاي حضرتك تعمل تيرمينيشن وانت اوريدي اتفقت مع المقاول بعقد، وبيقولوا العقد شريعه المتعاقدين، يبقى انت ازاي هتعمل ترمينيشن لما انتوا الاثنين وافقتوا على التعاقد؟ يبقى انتوا الاثنين توافقوا على الفسخ. قال لك في الامور في العقود الاداريه لا يحقد، لا نحتاج شرط فاسخ، لا نحتاج الموافقه على الفسخ او التفاسخ، لانه في مصر في الصالح العام، صالح البلد، صالح عامة المواطنين. فإذا الجهة الإدارية يحق لها في العقود الإدارية أن تفسخ العقد بدون أي إنذار، بدون أي إعذار، ما فيش حاجة إلى إعذار أو إنذار للمقام. أما في العقود القطاع الخاص حضرتك اللي هي أنا بعتبرها زي الفيدك، لازم نتجنب المشكله مع القاعده الامره اللي بتقول العقد شريعه المتعاقدين، مع بما انه تم بالاتفاق لا يفسخ او لا يلغى الا بالاتفاق، يبقى انا لازم اكتب في القطاع الخاص او في العقد الخاص، اكتب الجمله دي يا باشمهندسين، يجوز عند وعند 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 في الاحوال الاتيه، يجوز الفسخ او يجوز الغاء العقد او يجوز سحب العمل من المقاول دون، هنكتب دي يا باشمهندسين، دون الحاجه إلى، كتبنا اللجوء للقضاء أو أي إنذار. كتبنا مش مهندسين، عايز بس واحد بس من الزملاء يكتب لي واحد، أجيبها إزاي؟ مش عارف، مش هشوف. كتبنا مش مهندسين الشرط الفاسخ ده عشان خاطر نبقى ضامنين إن إحنا ماشيين قانونيا صح، ولو رفع الامر للقضاء يحق لك ايه؟ الفسخ. في حد كتب واحد؟ اكيد. طيب. فاينل ستيتمنت ديسشارج، شفنا الكلام ده. سيسيجن. التيرمينيشن، طيب التيرمينيشن قلنا ايه؟ الشرط الفاسخ. نمرة اتنين التيرمينيشن فور كونفينينس، المقاول هيستحق لوست بروفيت، لوست بروفيت. التيرمينيشن فور ديفولت طبعا لا يستحق لوست بروفيت، والديلي هيبقى على المقاول من تاريخ انتهاء المشروع لتاريخ السحب، لتاريخ سحب المشروع. الفترة دي لو مثلا ميعاده يخلص يوم 1/1، سيبناه يشتغل 3 4 شهور زياده، ال 3 4 شهور زياده دول ديلي. الحاجه الثانيه المهمه دي ادفانس شويه في التيرمينيشن، لا يجوز تعطي نوتس اوف تيرمينيشن وترجع فيها. ما ينفع لو هترجع فيها
يبقى انت سحبت بند الترمينيشن من العقد بتاعك، عملت حاجه بيسموها affirmation of the contract. فاذا اصدرت termination notice ما ترجعش فيها لو سمحت. اذا طب ترجع فيها ازاي؟ بانك تتعامل مع المقاول. يعني بعد ما تقول للمقاول خلاص انا بفكر اعمل termination وهعمل termination اعتبارا من يوم، اعتبر النوتس دي notice of termination. لو جاب لك شوب دروينج بكره او revised schedule ولا recovery schedule اوعى تستلمه، اوعى تتكلم معاه صباح الخير وصباح النور فقط، اكتر من كده ما تتعاملش معاه. طبعا انا ببالغ شويه. في حاجه تانية في الاكسشينج ما قلناش عليها، في الاوميشنز، في الالغاءات. لما نيجي نعمل الغاء يحق للمقاول ده، العقد ما بيشتغلش مع العقد السعودي والعقد الكويتي والعقد المصري للمصري في الاشغال، بينفع مع الفيدك فقط. بتيجي تقول له الله انت لغيت لي البند ده بتاع اللياسه وبتركب لي رخام، انا اوريدي بند اللياسه 70,000 متر مربع في المشروع الكبير ده، وانا كنت اوريدي محمل عليه جزء من بنود البلوك المباني. يعني المباني لو بصيت في سعره يا سياده الاستشاري هتلاقيني كاتبه شبه خسران او بتمنه، بينما اللياسه هتلاقي فيها زياده حوالي 10%. انا خدت ال 10% بتوع اللياسه دول كانوا بتوع المباني. فاذا تكرمت عايز تلغي اللياسه وبما اني اثبتت لك ان المباني شبه خسرانه او ما فيهاش ربح، رجع لي ال 10% اللي كنت راميهم في اللياسه، رجعهم لي في المباني. ده جزء في الاكسشينج مميز في الفيدك، مش ملمول به في البابليك ورك كونتراكت. سسبنشن اوف ورك كونتراكت، المقاول مأكد اوف ورك، المقاول مسؤول عن الاعمال. الظروف الخاصه، طبعا كلنا بنحب البند ده وبنحب نسمع عنه. الشروط الخاصه، كان زمان في الفيدك في قوة قهرة وفي ظروف خاصة، أو ظروف قهرية أو ظروف خاصة. الظروف الخاصة الاكسبشنال ايفنت، الأحداث الخاصة، الحوادث الخاصة، إيه هي شروطها؟ إيه هي شروطها؟ أكيد كلنا سمعنا عنها كتير. بياند بارتي كنترول، أول حاجة مش بإيدك توقف الكورونا، مش بإيدك توقف الإعصار، مش بإيدك توقف الرياح. طيب مستحيل تكون تتخيلها أو تعرفها قبل التعاقد. ما حدش كان يعرف إن في كورونا قبل التعاقد، مستحيل تعرف. نمرة ثلاثة، الطرف المقابل مش هو السبب فيها. عشان كده أنت مقاول ما تبصش للمالك بعين العتاب. الملك ملوش اي ذنب لا في الكورونا ولا في الفيضان ولا في الميه ولا في الكلام ده. يبقى الطرف الاخر ملوش علاقه بيها. انا قلت اربع شروط. هناك في الايام ما كان عندنا حاجه اسمها قوه قاهره وظروف خاصه او ظروف استثنائيه، كان الفرق بينهم ايه؟ استحالة تبقى ظروف قهر. خد كلمة استحالة واسكت. استحالة. الفرق بينهم كنت أزود لك، لو بكلمك عن ظروف قهرة أزود لك هنا استحالة التنفيذ. استحالة التنفيذ. لو استمر كلمة صعوبة التنفيذ بجدا، صعوبة التنفيذ جدا أس 10، ظلت exceptional events. لما نروح لاستحالة تبقى قوة قهرة. أنواعها إيه؟ الحرب والإضرابات والإشعاعات والغزو إلخ. أنا خدتهم كوبي بيست من الفيدك عشان نعرف القوانين. لما يطلع قانون أيام الكورونا مثلا، طلع قانون ينظم الأداء، regulatory instructions by the government. لو هي بتخدمني انا لوحدي كمالك، يعني دي مخصصه للمالك اللي هو انا المستفيد منها اول واحد لمشروعي انا اول واحد فقط، المقاول لازم يجي ياخد مني فلوس.
ده حكم قضاء، دي احكام قضاء طلعت في حالات مشابهه حمى الوادي الجديد في الجنوب. اما اذا كان ده قرار سيادي للبلد كله لحمايه مجتمع، لحمايه وضع عام، المقاول يشارك في الكوست، انا كمالك ما عنديش اي انفولفمنت، ولكن من حقه عليا اكستنشن اوف تايم. ريليز فروم لما يكون الطرف معفي بحكم القانون من اكمال العقد. التامين، التامين هنا في اليلو بوك الشاطر بقى يفتكر ايه البي اي اي، البروفيشنال اندمنتي انشورنس بي اي اي. هنا المقاول اللي هو بقى اسمه ديزاين بيلدر، ما دام خدت معاك الديزاين خد معاك البي اي اي واعملتي، واعمل لي عفوا اعمل لي حاجه اسمها بروفيشنال ديوتي، بروفيشنال انشورنس اللي هو البي اي اي. طيب نروح للبند الاخير او القبل الاخير اللي هو اسمه كليمز. يعني ايه كليم؟ يعني مطالبه. يعني لما بنروح نذاكر او ندرس او نختبر واحد بيدعي انه محترف كليم، لازم تاخد بالك وهو بيتكلم من اربع حاجات. تاخد بالك من اللي انا حاطه في البوكسز دي. الناس اللي شافت قبل كده محاضرات كليم ليا شافت المنظر ده، انا بحب اجيبه بنفس اللون عشان مذاكرته تجيب نتيجه. في عندي في العقد كونتراكشوال اوبليجيشن، عايز مطلوب مني اخلص في في في, في سنه المشروع. A party breach of the obligation، جه المالك اخرني ما اعتمدليش الرسومات، عشان في obligation في العقد ان انا لو اعتمد لي الرسومات اخلص في سنه. ايه اللي حصل لما المالك اتاخر؟ حصل لي delay damages، حصل لي prolongation cost، حصل لي تاخير وعايزين يدفعوني liquidated damage، غرام التاخير. لو حضرتك يبقى انا لازم اعمل كليم اقول المالك اخر ارني اعفوني من الديلي دامج وادوني كمان برولونجيشن كوست. طيب الكلام ده مستقل عن بعضه؟ لا، ده انا لازم وانا بشرح اربط بين ده بين ده وده، اللي هي السببيه. في سببيه، في كوزويشن، في اتصال. انواع المطالبات، في تبع المالك والمقاول بيقدموا مطالبات مختلفه. في الكاتيجوريز اوف ذا كليم نفسها تحت القانون وتحت المسؤوليه. اللي تحت القانون اللي هي طبقا للعقد، منبثقه من العقد او لها علاقه بالعقد طبقا للقانون المعمول به. حاجه ثانيه اسمها كوانتم ميريت كليم اللي هو زي الاميكابل كده. الثالث اسمه اكس جراتيا كليم، مش وقته. المهم ان احنا معظم كلامنا هنا هنكون حسب العقد. لازم وانت بتتكلم عن كليم اللي بيقول لك دوره في الكليمز حسب الفيدك. الموضوع ابسط من كده بكتير بكتير بكتير. بكرر تاني، الفيدك مش دستور، الفيدك مش قانون، الفيدك مش اجباري، الفيدك ابسط من انه يتقال عليه يلا نعمل دورة مش عارف ايه. هي الدورات مفيدة ولذيذة وكل حاجة، بس انا بكلم الناس المحترفة اللي ما عندهاش وقت مثلا، او اللي فاتها فاكرين ان العمر عدى. لا، في مجال ابسط دورة تدخلها هتلاقي نفسك بتشوف وبتتعلم والامور ماشية، ما هياش يعني very complicated. اساسيات الكليم نوتس، اساسيات الكليم نوتس. طب النوتس ليه؟ هنكتب ورا بعض في النوتس دي عشان ننسين حاجتين. هو النوتس فايدته ايه؟ النوتس تديني فرصه انا كامبلوير اخد قراري في المشكله اللي استجدت اللي انت بتقول عليها. بتقول انا بحفر ولقيت صخر. لقيت صخر؟ انا غلبان وبعمل فيدل على قد تقول لي بلقيت صخر، ولا لقيت دي ووترنج عايز اعمل دي ووترنج هيطلع على حساب المالك، والمالك يدفع مليون ريال في حين ان الارض كلها والانشاءات كلها على بعض مليون ونص. لا، ده انا ابيع الارض واخلص. يبقى حضرتك النوتس دي لو انت ما بعتهاليش كمقاول انت بتضرني، وعشان هتضرني لازم هتضر نفسك. طيب هل النوتس دي قانونيه؟ النوتس تعاقديه؟ اه تعاقديه. لو فات 28 يوم، لو ما اديتنيش خبر بعد خلال 28 يوم تفقد الحق.
تفقد الحق. الرقم ده غلط يا باشمهندسين، الرقم ده 28 والثمانية ما اتكتبتش. تفقد الحق كمقاول حسب العقد. طيب الفيدك ده، الفيدك 99 ال 2017 قال لك بقى ايه؟ انت هتقدم وتقول معلش الحقوني انا نسيت اقدم او لم اتمكن من تقديم النوتس للاسباب الاتيه، والاستشاري هيدرسها ويدي قراره. وفي جميع الاحوال اي استفاده من تاخيرك في النوتس لن تستفيد منها، لن يدفعها المالك. يعني لو كنت بلغت اليوم ال 28 انا كنت هخسر كمالك 10,000، لو بلغتني في اليوم ال 75 لو هخسر 15 ال 5,000 عليك. فلا استفاده للمقاول من تاخير النوتس، ولا ضرر على المالك من تاخير النوتس. الفيدك 2017 بيقول بكل صراحه لا يستحق المقاول اي شيء ويكون الملك معفي، او بالعكس عشان الفيدك المقاول والملك زي بعض في الكليمز. فاذا النوتس لو اللي يفقدها يفقد الحق. وفي نفس الوقت بيقول لك عموما ابقى اكتب اللي انت عايزه، والمقاول هيقول الاستشاري هيشوفه ممكن يقول لك ناسف انت فقدت النوتس وملكش حق تفقدها ومفيش مبررات تفقدها ومبرراتك اللي انت قدمتها غير كافيه، وبناء عليه لا يوجد اي استحقاق لك في المطالبه. طيب اذا حصل الكلام ده ماذا عن القانون؟ القانون في مصر في حاجه اسمها التقادم. هل التقادم هيروح عشان خاطر الفيدك قال كده؟ لا، لو خدت ورقي وطلعت على القضاء هيمشي علينا قانون التقادم، ويبقى من حق اكمل ولكن بما لا يضيف اعباء على الطرف الاخر. يعني انت تحفظ ايه طيب عشان ما لخبطك؟ عشان ما ابقى لخبطتك، لا تحفظ قدم النوتس، بس في نفس الوقت عشان تبقى قانوني فاهم التقادم يحميك الى حد ما، بس حباله هيبقى طويله جدا. الملك بيراجع، الملك بيعمل ديتر اجريمنت وديترمينيشن حسب البند اللي قلنا عليه 3.7 خلال المده اللي قلنا عليها 3.7.3 خلال 42 يوم يقدم الاستشاري. خلال 28 يوم قلنا الملك يرد، الاستشاري يرد خلال 14 يوم، لو ما ردش تبقى عجبان نوتس. وبعد كده خلال 84 يوم لازم يقدم المقاول بارتيكولر كليم، اول مره قدم نوتس خطوط عريضه خلال 84 يوم. لو ما قدمش بالذات المبرر القانوني للكليم يبقى هو كان بيهزر، يبقى هو بيستعمل اسلوب المقاول بتاع زمان اللي بيقول انما حدث يؤدي الى تاخير المشروع. لا، المطلوب لو قال كده في النوتس محتاج يقول في الديتيل دي كليم الاساس القانوني لذلك. اهي الحته دي، لا الجزئيه بي ديتيل ديسكريبشن اوف ذا ايفنت اور سيركمستانسز جيفن ريس تو ذا كليم، نمرة بي statement of the contractor contractual or other legal basis، يمكن مسؤولية تقصيرية legal basis of the claim. لو ما قدمتش دي ليه انت بتقول اللي هي السببية يا باشمهندس، العلاقة بين ده بين سوري العلاقة بين الobligation والبريتش. فين الobligation فين البريتش؟ ساعتها تكون انت تقول لي السبب ده حسب البند بي ده. لو فات 84 يوم من علمك بالشيء، خلينا برضو نفكر بموضوع علمك بالشيء، علمك بالإيفنت أو متى كان ينبغي أن تعلم بالإيفنت، لو فات 84 يوم على هذا العلم وما بلغتش، ليه أنت بتعتبر نفسك عندك كليم؟ سيكون المدة لابست، والنوتس اللي أنت بعتها أرسلتها بيسموها لابست، وحقك ضاع في الكليم تماما. المدد اللي انا بقيسها في الكليم دي من امتى؟ يا اما من علمك بالكليم بالسبب انك لقيت صخر، او من متى كان ينبغي ان تعلم بوجود صخر. يعني ايه؟ يعني انت في السكيديول بتاعك حطيت انك هتحفر يوم السبت، جه مدير المشروع اللي هو بيعمل كل حاجه في المشروع عند المقاول وغاب يوم السبت وغاب خمس ست ايام واتحجز
في الايام الغريبه اللي احنا فيها دي، واتحجز اسبوع ولا اسبوعين ومش متابع مشروعه حتى بالتليفون، والعمال لقوا صخر وراحوا قاعدين في الضله. عايز المفروض يدي نوتس. يبقى هو عارف بعد ما جه اسبوعين من الحظر، ولا يوم السبت اللي كان مفروض يكون موجود فيه وتقاعس عن التواجد وما عملش تليفون. يبقى لا، من يوم السبت، يبقى في اسبوعين راحوا عليك يا باشمهندس مدير مشروع المقاول. كان ينبغي انك تعرف يوم السبت وليس بعد اسبوعين لما انت قضيت وجيت الموقع. المهم انت بتقدم فولي ديتيلد كليم مع كل البارتيكولرز، مع كل عروض الاسعار، مع ما تقوليش المحل اللي جبنا منه عرض السعر رافض. المقاول الاستشاري بيقيم، الاستشاري بيوافق معاك على الاجريمنت 3.7 او بيعمل ديترمينيشن ويصدر القرار ويبعته للمالك، والمالك وصوره للمقاول لغايه ما توصل لك حقك او تترفع للداب او نختلف ونروح للاربيتريشن. طيب الداب بترفع لها الامور اثناء الاختلاف اثناء المشروع عشان تعمل افويدنس اوف ذا ديسبيوت. الداب مكلفه جدا ولكنها مطلوبه جدا، انا تصوري لاعلى من ال 500 مليون دولار تصوري يعني. لما بيختلف الطرفين مع الداب او تعمل حاجه اسمها نوتس اوف ديس ساتسفاكشن، وبعد النوتس اوف ديس ساتسفاكشن طب نقعد نتفق مع بعض على اميكابل سيتلمنت. طب ما فيش اميكابل سيتلمنت، ما وصلناش لحاجه، نعمل اربيتريشن. يعني ايه اربيتريشن؟ يعني تحكيم. يعني ايه تحكيم؟ يعني محكمه خاصه، يعني قضاء خاص، يعني انا وحضرتك، انا المالك وحضرتك المقاول، نتفق على القضاء الخاص. نتفق عليه ازاي؟ ببند سهل جدا جبته من المركز السعودي للتحكيم، بيقول اي منازعة او خلاف او مطالبة تنشأ عن هذا العقد او تتعلق به او عن الاخلال به او انهاؤه او بطلانه تسوى عن طريق التحكيم ويدورها المركز المصري للتحكيم، غرفة الكويت للتحكيم وفق قواعد التحكيم لديه أو المركز السعودي للتحكيم. طب ما كتبناش ده، هنروح على الاي سي سي على طول، الفيدك بيوديك على الاي سي سي ودي كارثة. ونفضل نزود نكتب محكم أو ثلاثة، لو ما كتبتش في الفيدك فهم ثلاثة إجباري. مكان التحكيم هنقول في الطائف ولا في مكة ولا في لندن ولا لغة التحكيم أو لغات التحكيم. التحكيم لذيذ جدا بس عايز دراسة طويلة وحالات كتيرة. وخلاصة التحكيم أو خلاصة نصيحتي لمهندسين المقاولين والملاك، اكتب شرط تحكيم صح في العقد وما تهزرش، واكتب الشرط صح واسأل خبير قبل ما تكتبه. ما تعملوش باللي هو اسمه شرط الميد نايت اللي هو في آخر دقيقة. أنا شخصيا عملته من 10 سنين كده او لا من 20 سنة، وحل الامر للتحكيم وخلاص، ده لوحده مصيبة. انما لما تكتبه كامل شرط التحكيم يبقى انت استفدت من مميزات التحكيم. طيب التحكيم مؤسسي ولا فردي؟ انا شخصيا بعمل كوست اوبتمايزيشن، ومع ذلك بقول لك تحكيم مؤسسي، اخسر فلوس عشان تضمن عدم الطعن على قرار التحكيم. ثلاث محكمين، المحكم لازم يكون محايد ومستقل والى اخره. المحكمين بعد ما نختارهم بالاتفاق بين الاطراف، انا اختار واحد حضرتك توافق عليه ما تعترضش، وانت تختار واحد وانا ما اعترضش عليه، والاثنين يختاروا مدير او رئيس هيئه التحكيم، ويطلع القرار خلال مده معينه و و و و. دي نهايه المحاضره. عايزين نبص بسرعه على شروط خاصه لعقد ديزاين بيلت. بيقول ايه ده عقد ديزاين بيلت؟ بيقول ان الشروط الخاصة طبعا ده مش لسه، عايز اعمل لها شير بقى. طيب فاضل لي بالكتير 10 دقايق باشمهندسين، اللي عنده سؤال يجهزه. شير كده ظهر معايا الفهرس، حد يقول لي واحد.
ده الشروط الخاصة، مستندات العقد، تعريف وإصلاحات، مقاولون من الباطن وليس النومينيتد، مشتملات العقد، اللغة، المستندات موضحة بعضها البعض، المخططات والتعليمات الأخرى، نموذج العقد كونتراكت اجريمنت نفسها، الضمان النهائي أو الكفالة النهائية، معاينة الموقع، البرامج الزمنية، جهاز المقاول، جهاز المقاول اللي هنكتب فيه الكي بيرسونال اللي قلنا عليها، عمل جسات وحفريات استكشافية. الصورة واضحة يا باشمهندسين؟ ها، اللي أنا بقراه ده واضح قدامكم. أنظمة السلامة، سمر، كل دي شروط خاصة كاتبها أنا في الديزاين بيلد عشان ما أفتحش المجال للمقاول أختلف معاه، بالذات لو أنا جهة إدارية، بالذات لو أنا جهة إدارية. نوعية المواد، فحص المواد، تكاليف الاختبارات غير المنصوص عليها، مين اللي هيدفع اديشنال تيست، شفتوا معايا على البند اسمه اديشنال تيست، خطاطات التنفيذية والنهائية، ايقاف العمل، سسبنشن اوف ورك، تمديد مدة الانجاز، غرامة التأخير، شهادة الاستلام المؤقت، تيكنج اوفر سموها سبستنشن، الترجمة مش حلوة مش مهم، المعدات والآلات والأشغال المؤقتة، نفس البنود اللي كنا بنقرا فيها، الدفعة المقدمة، كل ده أنت كاتب جوه يا باشمهندس. أنا هحط 5%، هحط 10%، هنا كاتب في الموافقة على المواد خلال 14 يوم، خلال 7 أيام، المسؤولية العشرية، طبعا المسؤولية العشرية مش ظاهرة معانا في الفيدك. طب المسؤولية العشرية لو عقدك فيدك هتروح على القانون الطابق القابل للتطبيق اللي هي 10 سنوات، سحب العمل من المقاول او الغاء العقد، صور اولويه المنتجات الوطنيه دي في العقد السعودي برضو، كشف عن العمولات، تلوث البيئه، مختبر الموقع، دعم العماله الوطنيه، كل دي ايه؟ دعم العماله الوطنيه دي ما لهاش علاقه بالفيدك، بس دي بارتيكولار كونديشنز او امبلوير ريكويرمنت بتحطها، مسؤوليه التصاميم، تامين على التصميم، التامين على التصميم، هندسه بروفيشنال انديمتي انشورنس، خلو الموقع من الالغام، برنامج الاوفست، طيب عرفنا كده تقريبا. ادي مثلا اصول اللي بيسموه ايه، مستندات العقد في الكويت، شوف مستندات العقد سبحان الله فيها ايه، فيها ليست اوف اكويبمنت اند ماشينري، المقاول يجيب ايه ولو ما جابش يتخصم عليه، تعريف مقاولين من الباطن، حد عندي سؤال لو سمحت يا باشمهندسين، انا بالنسبه لي خلصت، فيه كتير يتقال في الفيدك، بس الفيدك ده ان شاء الله ان شاء الله ربنا نتقابل تاني وتالت للادفانس فيدك اصفر، يعني انا اعترف ان الفيزيك الاصفر عايز محاضرتين 3 4 5، بس كله بتشجيعكم ان شاء الله، وارجو بس ان انا وعدت بخمس ست نقط اتكتبوا في الكراسه، كتبت 8، ووعدت باويرنس، الاويرنس ده بقى حضرتك اللي هتقول لي هل انت حصل لك اويرنس ولا لا. باشمهندس عايز، انا عايز من حضرتك المهندس اللي هو في مهندس، هجيب اسمه دقيقة واحدة. طيب نفتح الأسئلة يا باشمهندس عمر بعد إذنك، مع الشكر والتقدير. جزاكم الله كل خير يا دكتور، الله يكرمك يا دكتور. على إيه؟ على إيه؟ سؤال بس يعمل بس هند. طيب انا عايز بس الاول اخد الاجابه على السؤال، هل حصل لك اويرنس يا باشمهندسين ولا لسه؟ باشمهندسين انا كنت عايزكم يحصل لكم اويرنس عن ايوه اعتقد هو ده الباشمهندس احمد ستيفي، لو سمحت يفتح المايك.
استاذ احمد. السلام عليكم دكتور، الله يعطيك الف عافيه يا رب. باشمهندس حضرتك عايش فين فكرني عشان اتاكد من ذاكرتي. بالمانيا. ايوه حضرتك في الفيدك الابيض طلبت مننا ايه؟ صح مظبوط، جزاك الله الف خير يا سيدي، بارك الله فيك. انا سعدت ان انا اقابلك النهارده كمان، حاجه تخليني يعني مبسوط فعلا يعني، الف شكر على طلبك. الله يبارك فيكم. بيم أريبيا تساهم في اعطاء شيء جديد للبشمهندسين كلهم. بارك الله فيك وجزاك الله الف خير، والله يبارك لك بعلمك وجهدك يا رب. ابدا ابدا. ما عندكش انت بقى سؤال؟ طيب لا والله عندي، والله يا دكتور كنت مجهز حالي طبعا من الاسئله من النقاط اللي انت قلت لنا ناخذ عنها نوت او نسجلها باول سلايد او بسلايد رقم 3. السؤال الاول لازم مهندس لازم تعمل لنفسك سلايد وبعدين تعمل لها انسرشن في المحاضره، عشان بعد سنتين ثلاثه انا عايزك الورقه دي دايما تكون قريبه منكم كلكم، مفيده فعلا. ربنا اللي يعلم، هي خلاصه تحصيل متواتر يعني، جت من عند ربنا الامور دي من خبرات ناس كويسه زيكم. بارك الله فيك يا سيدي، شكرا للنصيحه. طيب بالنسبه للنومينيشن سب كونتراكتر، نومينيتد سب كونتراكتر، اعطيتنا مثال مثل المصاعد مثل المولدات مفهومه يعني، طبعا هي بتحكي عن امور نوعا ما فيها نو هاو او معقده. طيب ايش هو الغرض او ايش بقدر يكون رد فعلي اذا كان مثلا بالعقد عم يطلب مني الامبلوير انيتني والله اخذ الخرساني من معمل معين؟ يعني هون الواحد بيصير في عنده شك في موضوع بنسم شفافيه بنزاهه. ممتاز يا باشمهندس، اشكرك على السؤال الجميل. طيب انا كنت في يوم من الايام بشتغل في جروب، ما اعرفش انت عندك فكره في السعوديه ولا لا، في جروب نعم. اسمه الزامل جروب. طبعا الزامل جروب نعم معروف كويس. او الزامل جروب عنده مكيفات، والزامل جروب عنده حاجه اسمها الزامل ستيل بالضبط. فكانت المصانع اللي بنعملها للزامل بلاستيك مثلا، هل تتخيل انت هي جروب وان انا اروح اجيب الستيل من باتلر مثلا ولا كيربي وانا عندي الزامل ستيل اصلا احسن من غيره؟ فهو بالضبط. بيكتب لي في العقد، بيكتب للمقاول الغريب المين كونتراكتور المكيفات نوعيه زامل، المنشأ المعدني من الزامل ستيل، هو ده النومينيت السب كونتراكتور. وانا متفق مع الزامل ستيل ومتفق مع الزامل المكيفات ان الباكج بتاعت الزامل ستيل ب 10 مليون، الزامل بتاعت المكيفات ب 20 مليون. وبناء عليه المقاول المين كونتراكتور هعرف او هيعرف انه ياخد المكيفات ب 20 مليون ويحط الاوفر هيد. يحط الاوفر هيد كام؟ ده حاجه ترجع له، يخليها 10% ولا 50% ازهي لايكس. اما نفس الكلام في الستيل. فاذا انا في بعض الاحيان في القطاع الخاص ايه المشكله لما اكتب انا نومينيتد سب كونتراكتور لأمور عادية خالص، إيه المشكلة؟ نعم أنا مش شايف حتى لو في شبهة، وبرضه إيه المشكلة؟ ما أنا هو متفق مع خلينا نقول الزامل ده هياخدها ب 30 مليون بدل 10، هيطلب 30 مليون بدل 10، ما هو المقاول مش خسران حاجة، المقاول هياخد 35 مليون 40 مليون، هيكتب بعد سعر الزامل مكيفات. ففي شبهه، مفيش شبهه بين الزامل بلاستيك والزامل ستيل، ده موضوع ما المقاول مش متضرر بيه. نعم بارك الله فيك، مشكور يا باشمهندس الف شكر. طيب الله يبارك فيك. طيب السؤال الاخير اذا سمحت لي، بالنسبه لل يعني من الناحيه العمليه، لما نحن عم نقول انه اذا المين كونتراكتر ما دفع للسب كونتراكتر من الدفعه الاولى اللي كان الايتم موجود فيها، النومينيت انه لا للنومينيتد بالضبط، بحق له للمالك انه يدفع له له فورا. طيب من الناحيه العمليه المالك ما معه عقد مع السب كونتراكتر، هل بنقدر نحكي هون احنا من مالتي بارتي كونتراكت؟ لا مش قوي كده طبعا. على سبيل المثال
على سبيل المثال العهد السعودي الجديد 2019 خول المالك انه يدفع للمقاول العادي السب كونتراكتور المعتمد ان المالك يدفع له مباشره اذا تقاعس المقاول عن الدفع، عشان هم وجدوا الاحصائيات وجدوا ان عدم الدفع للسب كونتراكتور من اهم اسباب تاخير المشاريع. فاذا مش مالتي برايم كونتراكت ولا مالتي بارتي كونتراكت، لا هو انا متفق معاك في العقد وكتبتها عندك ان النومينيت سب كونتراكتور او حسب العقد السعودي الجديد اي سب كونتراكتور انا هعتمده، اعتمدت لك انا سب كونتراكتور للاسمنت الكفاح، خلاص مجرد ما الكفاح اعتمدت الكفاح نفسه بيبقى عارف ان طالما اعتمد عند ارامكو للمقاول العام اذا لم يدفع المقاول العام المبالغ هيتقاضاها مباشره من ارامكو. فده انا شايف ان هو شيء ايجابي جدا في الفيدك وشيء ايجابي في العقد السعودي الجديد. طبعا حظ الحقوق. طيب دكتور جزاك الله خير مره ثانيه وبارك الله فيكم يا سيدي. على ايه الف شكر. خلينا اشوف في سؤال جميل من طبعا دي واحده باشمهندس مهاب، ان شاء الله نتقابل ثاني وثالث، اقترح المحاضره باشمهندس مهاب وبيم اريبيا تاخد قرار. كان في سؤال بيقول من يدفع تكاليف التحكيم؟ اللي يدفع تكاليف التحكيم حسب الاتفاق وغالبا الطرف الخاسر، بس حسب الاتفاق. الباشمهندس اللي سأل عن التحكيم ده سؤال جميل جدا. قبل ما تسأل الباشمهندس او كل ما يجي في بالك التحكيم كده تغمض عينيك وتقول هو قضاء اتفاقي، هو حسب بموجب ما يتفق عليه الطرفين، بموجب ما يتفق عليه الطرفين، يتفقوا على أي شيء ما عدا ما يخالف النظام العام، ما عدا ما يخالف النظام العام. بالمناسبة التحكيم لا يجوز فيما يخالف النظام العام. يعني يخالف النظام العام يعني يقرر حد اتطلق ولا ما اتطلقش، يقرر نسب، يقرر أهلية. تيجي نحكم نشوف كده، نقعد مع واحد عنده 14 سنة ونشوف مخه كبير ونقول عليه إنه خلاص ده عنده أهلية كافية. لا، ده الجنسية بتاع اللي بيحدد الأهلية قانون الجنسية، هو بدام جنسيته مصري يبقى أهليته إكس سنة، جنسيته سعودي واي سنة. ما ينفعش نقعد ونحكي ونقول الراجل ده والله ده ناضج ومخه كويس يسميه الأهلية، بلغ الأهلية. طيب حاجة تانية يا باشمهندسين. كان في سؤال بيقول العقد ده يستعمل في إيه؟ العقد ده يستعمل في أي حاجة يا باشمهندس محتاج فيها المهندس الروماني. العقد ده يستعمل في أي حاجة عايز تنقل فيها ريسك التصميم من عليك كاستشاري كمالك إلى مقاول بيفهم. معرفش أنا قلت المعلومة دي بدري ولا متأخر. يعني زي ما قلت لك كده، أولاً يا إما أنت ما بتفهمش في الـ ووتر تريتمنت بلانت أو سيوج تريتمنت بلانت، فبتجيب واحد شغلته الحاجات دي وتعمل مناقصة بين 4-5 وواحد وأرخص واحد ياخدها وأنسب واحد ياخدها، يبقى هو هيصمم وينفذ بموجب employer requirement. employer requirement نكتبها باشمهندسين في الورقة، ورقة ولا 100 ورقة هي تكون اوبتمايزد، بس ما تزودش كتير عشان ما ترجعش الريسك عليك اللي كنت انت دفعت ثمنه للمقاول اوريدي. باشمهندسين الف الف شكر. هل يحق الاستشاري رفض عينات كهرباء اذا لم يكن الموقع جاهز من الناحيه؟ حلو قوي السؤال ده يا باشمهندس. معلش افتح الخط الباشمهندس اللي قال رفض عينات كهرباء مش مفهومة او اكتب تاني. خليني اقول لك، هل يعترف بالايميل كوثيقة حاكمة؟ يعترف بالايميل كوثيقة حاكمة اذا اتفق عليه في العقد، اذا اتفق عليه في البروجكت مانجمنت بلان، في الكوميونيكيشن مانجمنت بلان. اذا تمكن حتة حلوة والباشمهندس عمر يسمعنا فيها برضو، اذا تمكن المدعي من اثبات ان المدعي عليه قد تسلم الايميل في الموعد المناسب. تمام؟ الايميل تمام يا دكتور. السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور. لسه بقى المهندس عمر ولا سامح؟ ما حضرتك سامح يا فندم، المهندس سامح الوزير. سامح اتفضل. خلاص خلصت الايميل ولا اقوله تاني؟ الايميل كده واضح حضرتك، يعني يعتد بالايميل اذا اثبتنا انه وصل للطرف المعني في الوقت المناسب. اتفضل. يعني ايه عينات الفضل؟ يعني مثلا انا عندي اكويبمنت المفروض ان انا هوردها حسب الجدول الزمني، وليكن مثلا لايتنج او اكسس كنترول او وات ايفر، تمام؟ طيب. ولكن العينات دي المفروض بتركب بعد الفينشنج بتاع المكان، يعني يكون خلص سيفل وخلص الفينشنج بتاعه. يعني مش عينه. باشمهندس هي مش عينه، هي اكويبمنت او ديفايس عايزه تركب. هو ديفايس، تمام. انا عايز اقدم سامبل للديفايس دوت عشان اعتمده عشان اورد، انا ما وردتش اصلا لسه. لا اتفضل. هو ده اللي حاصل بالفعل، يعني انا بقدم سامبل عشان طيب. اعتمد عشان اورد. طيب فالاستشاري بيرفضها بيقول على عدم جاهزيه الموقع. ايه علاقة؟ لا، هو الباشمهندس خالد السيد كمال جاوب الإجابة الشافية تبع الجدول الزمني للاعتمادات. مش أنت عامل برنامج زمني كويس؟ تمام. بلاش نسألك، لا بلاش نقول إن حضرتك لكل المستمعين، يفترض إن في برنامج زمني إن بليس محترم معتمد اللي هو الانيشيال سكيدول، الانيشيال بروجرام اللي تحول الى بروجرام بالكابيتال بي، مكتوب فيه ان العينات دي هتتقدم يوم كذا. طيب بالظبط. اذا مش من حق المالك يرفضها تماما، اطلاق الاستشاري يرفض العينه اطلاق في اليوم كذا اللي مكتوبه. طيب الجدول تقديم العينات يا باشمهندس خالد اللي هو بيقول تبع الجدول، ساعات بتكون اسمها ايه؟ عينات الكهرباء، من اول يناير الى اخر مارس، عينات الكهرباء. معايا يا باشمهندس؟ مع حضرتك. طيب عينات الكهرباء، امال الاكسس كنترول ده يوم كام في التسعين يوم؟ ما نعرفش. في الاكسس كنترول ما نعرفش في انهي يوم. طيب على اي اساس عايز ترفضها يا مالك او يا استشاري؟ السبب الوحيد انه يكون اوفرلودد. يعني انت حضرتك بتقدم 2 ويكس اوفر هيد، 2 ويكس اوفر هيد للتقديمات للاستشاري، بتقول له انا خلال الاسبوعين اللي جايين دول هقدم كذا وكذا وكذا وكذا، هو بيرجع يبص على السكيدول يقول لك الله انت مخالف للسكيدول كده، تقول له معلش انا يعني ما عندكش مشكله، انا عايز اشتريهم بدري، عايز الحق الراجل بيفلس اللي هيباع لي اي حاجه، انت مالك يعني؟ حجته الوحيده انه اوفرلودد. هو دكتور مش اوفرلودد ولا حاجه يا دكتور، انا بس اوضح لك الموقف. هو القصه برضه هو عايز يعمل تعديلات اثناء المحاضره. حضرتك ذكرت ان في الاي تي او في الكوميونيكيشن دايما بيتقال حسب اخر تكنولوجي موجوده، وده فعلا مكتوب في العقود عندنا. فمدة المشروع يعني تخطت اكتر من الزمن اللي هو المفروض ننفذ فيه، فاللي حاصل ان في فيرجنز طلعت جديده، فهو بيطالب بتغيير بقى الحاجات دي. ده مشكله تانية خالص، او بيقول ان انا لا مش هعتمد ده عشان ممكن تنزل تكنولوجي جديده باعتبار ما سيكون. يعني انا حددت لحضرتك الموست ابديتد ستاندرد اللي انت تسعر عليها، تسعر عليها حسب البيز دي. انت طالما دخلت المشروع كل حاجه تطلع جديده ده تشينج اوردر، مفيش الكلام اللي حضرتك بيقوله ده خالص. ما دي انا كتبتها نوت عندي، دي انا كتبتها نوت عندي وراجع. خليها تواصل معايا او مع اي او مع حضرتك كفايه، عشان احنا شغالين في الجزئيه دي اليومين دول وعارفينها ومجربينها. الكلام ده ما بيتنفذش كده خالص. موست ريليتد ستاندرد، موست ريسنت ستاندرد، لا مش وكل ما المشروع يتاخر وكل ما المشروع يطول، وماذا لو كان اعتمد من داي 1؟ وماذا لو انت هتقدمه من داي 1؟ وماذا لو انت عامل السكيدول بتاعك لان الامور دي تخلص بدري، فيرست فيكس وسكند فيكس وثيرد فيكس؟ لا عفوا، الموضوع ما يتاخدش كده.
انما تمام عشان المبدأ، خلينا بالسؤال بتاعك، الممتاز هو مش من حقه يرفض التقديمات الا لو كان اوفرلودد على سبيل المثال، وحتى لو اوفرلودد انت ممكن تلخبط الشغل تقول له مش هقدم لك رسومات الايه لوحات التوزيع خالص، هقدم لك بس الاكسس كنترول، اتفضل اعتمد، اتفضل اعتمد. واضح يا فندم، انا واضح يا انا فندم. انا اؤكد ليك، اؤكد ليك لا تخجلوا المقاولين، انا بشتغل استشاري غالبا، المقاول يجب الا يخجل ابدا من كتابة خطابات مفصلة واضحة مهذبة للاستشاري. احنا بنكون معجبين جدا لما يكون يجي لي خطاب ديليجنت من المقاول، خطاب جميل، ولكن المقاولين للاسف بقول له لو سمحت كلامك جميل، اثبت لي او اديني ورقة او يقول لك مما اثر على البرنامج، برد عليه اقول له كلامك حلو وواضح جدا، انا عايز كلمة مما اثر على البرنامج دي بطريقة مفصلة، خلاص يمشي ويبعت خطاب يقول وسبق ونبهناكم انه اثر على البرنامج. الكلام ده ما بيجيبش كليم للمقاول خالص، وي ويل نوت بريفيل ات اول. اشكرك يا باشمهندس. ال 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 في نقطه في الاكشنجز في الاوميشنز نسيت اقولها برضو، نكتبها دي نمره 9 يا باشمهندس احمد، هنكتبها نقول ممنوع الغاء اعمال يقوم المالك بتنفيذها بمعرفته، ممنوع الغاء اعمال ليقوم المالك بتنفيذها بمعرفته او بمعرفه مقاول اخر. في مقاولين يقول لك لمبات الاضاءه رخيصه غاليه في المشروع، فيقول له خلاص يا مقاول انت عملت السلك، فلوسك معروفه للسلك والمبالغ معروفه، ما تركبليش وحدات الاضاءه الاخيره ليه، ده سعرها هو اللي جايب لي معوضني عن الاسلاك وعن الفيرست فيكس والسكند فيكس، لا خلاص انا كده مش هركب لهم اللمبات خالص، مش هركب وحدات اضاءه يا فندم، ده 3 مليون ريال في المصنع، خلاص انت مالك ما تركبش انا هركب، يقوم رايح جايب مقاول ثاني يركب. طبعا الكلام ده ممنوع منعا باتا، وحاله قضائيه في دبي معايا الحكم بتاعها دفعت المالك تعويض للمقاول. الباشمهندس روماني لو مكتوب ممكن لينك الحضور، ما اعرفش يعني ايه لينك الحضور. عايز حاجه في لينك الحضور يا باشمهندس ولا خلاص؟ ايوه يا فندم هطول حالا. بعته له. طيب سؤال من المهندس محمود جويل، هل يحق للمالك او الاستشاري فرض مصنع او مورد باسمه حتى لو دون الكفاءه من وجهه نظر المقاول، او في حاله اخرى فرض احد الموردين مغالي في سعره عن باقي الموردين وكلهم موافقين لمتطلبات المالك؟ حلو السؤال، كويس جدا يا باشمهندس. شوف يا باشمهندس محمود، حكايه سب ستاندرد انت عندك مبرراتك وهتقول ان هو سب ستاندرد، انت بتقول دون الكفاءه ولا هتقول وكلهم موافقين لمتطلبات المالك؟ لو عايز تقول انه سب ستاندرد بس موافق لمتطلبات المالك، يبقى السؤال بتاعنا بقى سؤال واحد مش اثنين، هل يحط للمالك فرض مورد؟ لا يحق للمالك فرض مورد طالما مش مكتوب في العقد. وفي نفس الوقت المالك المقاول محتاج يثبت لماذا هو يرفض شندلر. يعني اذا كان المالك عايز شندلر والمقاول مش عايز يجيب شندلر والعقد يسمح بشندلر، يبقى ليه مش عايز تجيب شندلر؟ هنا القضيه. انا ببص لها من وجهه نظر استخدام الحق بتعسف، استخدام الحق بتعسف، هل انت هتخسر كتير لما تجيب لي شندرة؟ هل انت هتخسر لما تجيب لي شندرة؟ هترد عليا تقول انت كمالك بتستعمل حقك، هل هتستفيد كتير لما اجيب لك شندرة؟ اللي يثبت الاحقيه في الافضليه لشندرة هو اللي هيبقى جدا بريفليج. يبقى لو انا قلت لك والله شندرر بيقدم لي عمر افتراضي اطول، شندرر لو افترضنا مثلا العمر الافتراضي المناسب في العقد 20 سنه، شندرر بتقدم لي ضمان 10 سنين والاخرين 5 سنين، شندرر بتقدم لي عمر افتراضي سنتين، عمر افتراضي زياده سنتين،
شندرر عندها مرايات في كل اتجاه، الاخرين عندهم مرايات في اتجاهين بس، شندرر كذا وكذا وكذا. انت هتخسر كام على شندرر زياده؟ هخسر 2%. لا يبقى انا من حقي اسرع من شندرر، فانا هستفيد حاجات كثيره، وانت هتخسر 2% بس في شندرر. لا والله انا اروح اتهمك انك بتستعمل حقك بتعسف. هو ده الحل. لو انا بستعمل حق التعسف يبقى هستفيد بلا شيء، بماينور استفاده. لو هستعمل حقي بدون تعسف يبقى هستفيد بالمبلغ اللي هتدفعه، انت هتدفع 2% وانا هستفيد باكثر من 2%، يبقى ده ليس تعسف. طيب في سؤال تاني هنا ولا هنا؟ مش مهندسين كتبنا دي برضه يا باشمهندسين في الغاء الوحدات الاضاءه اللي انا قلت عليها كتبناها. طيب اي سؤال؟ انا بعتذر عن التاخير بس انتوا ناس جميله والناس الخبره اللي زيكم لما نتعامل معاهم يبقى الوقت بيعدي. جزاكم الله خير. اشكر الباشمهندس عمر. اشكر حضرتك يا استاذ. اشكر الورقه. ما تنسوش الورقة اللي انتوا هتملوها اللي هتحطوا فيها ملاحظاتكم على الأقل 10 نقاط تخليها معاك دايما، صورها على الموبايل وإن شاء الله نلتقي. نلتقي موضوع أنا هلزم نفسي بيه، إزاي البيم ده، البيم الجميل هنعمل معاه إيه في المحكمة في الكليمز، لما نعمل extension of time claim في مشروع فيه موديل وبيم هنعمل إيه في المحكمة قدام القاضي، والقاضي هيشغل البيم قدامه بقى ولا هيعمل ايه؟ نحاول نعمل بالتنسيق مع المهندس عمر، المهندس القدير رائد البيم، ازاي نتعامل مع الكليمز اللي فيها بيم، ولا ايه رايك يا باشمهندس عمر؟ طبعا يا استاذنا الله يكرمك، جزاكم الله كل خير. هو اصلا الملكيه بتاعت البيم دي عامله مشكله كبيره قوي، الموديل الملكيه بتاعته اللي عمل الموديل ولا للمالك نفسه؟ ان شاء الله نجهز حاجه كده بقى والبركه فيك. الله يكرمك يا استاذ. انا بشوف حضرتك يا دكتور. شكرا يا باشمهندسين، ونشكر كلنا الباشمهندس عمر، ونلتقي على خير وتصبح على خير. الساعه اكيد في الامارات بقت 1:00، وفي تركيا 12:00، وفي مصر 11:00. شكرا والى اللقاء، وتصبح على خير. جزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.